محاضرة دلوقتي اسمها هايلايتس اوف مانجمنت ستيمي. عشان يبقى الموضوع واضح، هدفنا من المحاضرة ديت هو to understand the definition of STEMI، افهم يعني ايه كلمة STEMI، تمام؟ افهم معنى universal definition of myocardial infarction اللي قلنا عليه، how to perform rapid and precise clinical assessment of a patient with STEMI. انا مش هقدر اعمل كل الهيستوري اللي انا قعدت اسأل عليه دوت بالتفصيل في عين STEMI، ده عيان الدقيقة فيه بتفرق، تمام؟ اتعلم الابروبريت مانجمنت اوف ا بيشنت دايجنوزد ويز STEMI، ان انا اعرف الابروبريت بروتوكول اوف مانجمنت اوف ا بيشنت دايجنوزد ويز STEMI، ده هدفنا. هل هدفنا نتكلم في الديتيلد مانجمنت اوف STEMI في السي سي يو واللونج تيرم مانجمنت؟ لا، مش ده هدف المحاضره. هدف المحاضره نتكلم في الحاجات الهايلايتس اللي هما في الطوارئ. هيبقى في محاضره ثانيه ان شاء الله في السي سي يو كورس لسه هيتحدد ميعادها عن STEMI بقى نفسها، جايد لاينز بتاعت STEMI. فاحنا هنا هايلايتس، كاس محاضره هايلايتس، حاجات هنركز عليها. طبعا الريفرنس بتاعنا هو EC guidelines 2017، دي حاجه very recent وحاجه very systematic و very organized thing. الموضوع الجايدلاينز من الحاجات اللي فعلا بتريحنا احنا كدكاتره يعني، ولو ان الجايدلاينز هي مش قران، هي حاجه بتساعدنا انك تحط لك كده بروتوكول تمشي عليه، لكن في بعض الاوقات انت ممكن تخالفها لو انت شايف ان الكلينيكال سنس بتاعك خليك تشك في حاجه ثانيه ناخدها في السيشن ده. مش تخالفها ان انت تعمل حاجه هم بيقولوا لك كلاس 3 وتعملها عشان انا شفتها بتجيب نتائج، ما انت ما عندكش ايفيدنس بالكلام ده، بس على الاقل تعملها لو انت حاسس ان العين هيستفيد منها يعني، ويبقى ليك راشونال ساعتها. طيب اولا ديفينيشن اوف STEMI ايه؟ ديفينيشن اوف STEMI هو ST elevation at the G point بنعتبره ان هو سجستيف لو at least two contagious leads or more فيهم ST elevation اكتر من او يساوي 1 مللي. في بعض الارقام بتختلف شويه، لو ميل اقل من 40 سنه في في 2 وفي 3 بقول اكتر من او يساوي 2.5، ميل اكتر من 40 سنه بقول اكتر من او يساوي 2 مللي، في ميل بقول اكتر من او يساوي 1.5 مللي، ده في 2 في 3 بس، بقيه الليدز كلها قاعده 1 مللي. صراحه رغم ان القاعده مكتوبه في الجايد لاينز كلنا بنمشي بيه 1 مللي وخلاص، لدرجه ان انت ساعات بيبقى نص مليمتر ولمجرد ان في ريسيبروكال ديبريشن. شكرا يا مصطفى. مجرد ان في نص يعني نص ملي الفيشن مع نص ملي ديبريشن تقول ايه؟ لا العيان ده STEMI، ده شكلها هتعلى بعد شويه. رغم ان هي بالجايد لاين بالديفينيشن ايه؟ بالديفينيشن هي بص مش مكمله STEMI. عايزين تكييف ولا عايزين؟ قول يا اتفضل. كان في حد مره كان في حد مره قال لي بس مش هنا في الكارديو يعني، قال لي في بطني يعني بيتكلم ان الاستيميت اليفيشن او السيجنفيكانت بتاعها لو كانت اكتر من مربع واحد في الليف ديت واكتر من مربعين في الشست ديت. اكتر من مربع واحد سواير. والمربعين في الشست ديت يعني كان ملي 2 ملي. معنى كده ان لو لقيت 1 ملي اليفيشن مش هتقول لا مش هنعتبره STEMI؟ لا، خلينا بالديفينيشن بتاع الجايد لاينز زي ما قلت. انا بقول لكم ان في ديفينيشن في 2 في 3 ليهم يعني ظروف مختلفة أو ليهم استثناء، ولكن احنا هنمشي على قاعدة 1 ملم دي القاعدة، عشان ما تجيش حد يقول لك according to the definition. في كده جملة يقول لك في الآخر إيه؟ عشان حصل الموقف ده قبل كده. according to the definition فيبقى لنا كده ساعتها واحنا صغيرين، العين ده تصوره ولا ما تصوروش؟ عين جالك تشيست بين ولقيت الإليفيشن ال 1 ملي ده في 2 هتقول مش هصوره؟ لا، العين ده مخوفني، ضميري مش مستريح إن أنا أروح. فده الديفينيشن اللي متقال اللي هو تو اور مور كونتيجوس او كونتيجوس ايا كان النقطه ايه؟ في نفس التري مكان مثلا 3 واي في اف 2 واي في اف في 2 في 3 في 5 و6 1 واي في ال دول كونتيجوس ليدز. اوكي، ده الديفينيشن بتاع الاستيمي. يعني منظر زي ده ده منظر استيمي، ادينا شايفين هنا في ايه؟ حد كده انتربريت الاي سي جي ده؟ طيب هشام انتربريت الاي سي جي كم مليمتر هنا تقريبا؟ ده عندي 2 مللي تقريبا يعني 2 مللي ده في 2 في 3. وفين كمان في حاجه ثانيه فيها اليفيشن؟ في 3 في اف. وفي حاجه كمان في اليفيشن في في 4 برضه فيها اليفيشن بسيط 1 مللي في 4 وليت 1 بسيط واي في ال باين فيها اليفيشن 1 مليمتر صح؟ وفي ريسيبروكال ديبريشن. طبعا ريسيبروكال ديبريشن بعض بيت لا بالعكس، ده من الحاجات السجستيف جدا. الميرور يعني بيبقى مش لازم موجود، مش دايما عدم وجوده لا يقول ما يقولكش ان مش STEMI، بس وجوده طبعا يعني خلاص يعني ما ينفعش اقول اصل انا ما اقتنعتش انه اليفيشن قوي، حسيته ايرلي حاجه اسمها ايرلي ريبولاريزيشن باترن. طب انت ما حسيتوش اليفيشن والديبريشن ده تفسيرك ليه ايه؟ طيب يعني ده ايرلي ريبولاريزيشن ماشي، عارفين ايرلي ريبولاريزيشن حاجه كده من بيسموها جي ويف سندروم، ان تلاقي الاس تي اليفيشن تعمل ايرلي تيك اوف كده بيسموها ايرلي تيك اوف باترن. دي حاجه كنا زمان بنقول عليها بيناين، طبعا طلعت ليها يعني كلينيكال سيجنيفيكانس وساعات بتعمل سادن كارديك ديس. دكتور اسامه دياب من الناس اللي كانوا اتكلموا في الموضوع ده كتير يعني، هو اول واحد
الله يرحمه هو اللي فتح معانا الموضوع ده بتاع جي ويف سيندروم والايرلي ريبوليشن ده ممكن يكون ريسكي لو منتشره في ليدز كتير. طب لو انت قلت دي ايرلي ريبولارايزيشن، طب الديبريشن ده ايه رايك فيه؟ ايه ليت ريبولارايزيشن ولا انت مثلا ايرلي تيك داون ولا ايه بالظبط؟ ما هو ده يبقى في حاجه ابنورمال. لا ده ستيمي حضرتك. فدي بيسموها الريسيبروكال ديبريشن من الحاجات المهمه انك بتدور عليها، ان وجودها بيخليك يعني مستريح. لا يا جماعه ده ستيمي اجري بلغ الانكول وبلغ السي سي يو وتعالى نشوف القسطره شغاله ولا هندي ثرومبوليتك. طبعا هنا في الاغلب بنبقى القسطره شغاله الا لو مثلا في مشكله في الكتله. تمام. طيب آه عبد الله كومنت على الاس جي ده كده مثلا. هو الباين الانفيريو ليز طبعا الليفيشن طبعا ده 2 مللي تقريبا برضو واحد و اي في ال فيهم الريسيبروكال ديبريشن، ودايما الانفيريو يعملوا ريسيبروكال في واحد و اي في ال، واحد و اي في ال دول جراند بوند، واحد و اي في ال يعملوا ديبريشن في ريسيبروكال ديبريشن في فيو ليز، الانفيريو ليز لما يحصل فيهم الليفيشن يعملوا ريسيبروكال ديبريشن في واحد و اي في ال. التشيس ليد ساعات وساعات يعني هو في 5 و 6 ما اقدرش اقول الليفيشن قوي، بس طبعا انت لو شفتها لوحدها تقلق بالذات في 4. بص في 4 في 4 دي تخوف شكلها برضو مش مريح كده، هي ليه عامله كده؟ حصل خير حصل خير. تمام مفيش حاجه ثانيه يعني فدي اهم نقطه. طبعا انت كده تشخيصك كان ده انفيرير ستيمي، ده من الانفيرير ستيمي لازم تاخدوا بالكم من الرايت فنتركل والريذم. يا ما الانفيرير ستيمي اكتر ستيمي تعمل لك بلوكات هي ليه؟ عشان الاي في نود اصلا في 80% يعني بيبقى من الار سي اي والاس اي نود في 65 على ما اتذكر. طيب فدي نقطه مهمه. مفيش حاجه ثانيه لافته نظركم في الاي سي جي ده؟ هو برادي كارديك شويه. طبعا ليه بيحصل برادي كارديك مع الفيور ستيمي؟ اولا الفيور ستيمي الحاجات اللي بتعمل فيجل ستيميوليشن المختار، فممكن تعمل برادي كارديك لوحدها، وساعات بتبقى ساينس نود ديسفانكشن نتيجه ان الاس اي نود بترسيف السبلاي من الار سي. مفيش حاجه ثانيه لفت نظركم؟ في 1 لا هو في انا الوهله افتكرت مفيش بيات، لكن في بي. خلي بالكم على فكره قاعده عامه برضه عايز اقولها لكم، البي ما اتعلمتهاش غير لما اشتغلت اي بي. البي ويف مش شرط تبان في كل الليدز. ليه؟ لان على حسب الاكسس بتاع الليد ده جاي بيربنديكولار عليها ولا جاي بارلل ليها هو ده اللي يحدد هتظهر ومش هتظهر. مش كده دايما في ليدز دوري فيها على البي ويف، دور على ليد في ليد 2 ليد 3 اي في ال ممكن ليد في 1 دي اللي تبان فيها. هنا باينه في اي في ال بقى عكس كل اللي هنا، فهي باينه في اي في ال وباينه في 1 برضه. بصي 1 باينه فيها تمام، بس هو في حاجه غريبه. بصي اه ده لو كان كمل ستريب ممكن، بس هو هنا يعني ممكن دي مثلا لو قلت دي البي ويف احنا هتقول طب ما انت هنا مش مكمل. طب تعالى نبص للستريب، ما الستريب ده ماشي في نفس التايم معاه. لو قلنا هنا في بي ويف هنا بي بي والكومبكس اتاخرت، انا ممكن اعتبر ان دي احتمال تكون وينكي باك كوندكشن، ممكن تبقى وينكي باك فينوم. تمام في 1 الاليفيشن دي اعرفوها كده ما عرفتهاش غير وانا نايب سينيور، لكن دي يعني كويس انكم تعرفوها من دلوقتي. وجود السي اليفيشن في في 1 لا يعني انتيور ستيمي، يعني في حيان انفيريور ستيمي. تلاقي في 1 ده معناها ار في انفاركشن. انا ار في انفاركشن مش خاصه بثلاث حاجات هنقولها بعد شويه، اعمل رايت ليدز طبعا، او ان انا الاقي ليد اليفيشن في ليد 3 اكتر من ليد 2 دي ساين اوف ار في انفارشن، وثالث ساين ان انا الاقي سي اليفيشن في 1. الفي 1 مكانه فين؟ في كبوزيشن للليد فورس انتركوستا سبيس تو ذا رايت سايد اوف ذا ستيرنم صح؟ يبقى ده مكان لو في ار في انفارشن ممكن يعمل اليفيشن في 1. فلما تلاقي سي اليفيشن في 1 ما تقولش بص يا متبلغ انفيرس تيمي بس انا حاسس ان كمان داخل معاه انتيريور. لا هي مش انتيريور، هو ده ساين اوف ار في انفارشن. طبعا انا ما بشتغلش حاجه يعني مش افرض ما قلتهاش مش ازمه، ما هو كده كده هيعمل الجي رايت، بس يعني لو شفت الساين دي تبقى انت كده حد بيسالك ايه ده ايه في 1 ليه؟ ده ساين اوف ار في انفاركشن في 1 لوحدها كده. طيب إيه سامح كومنت على الاي سي جي ده هيجي دول البنات ما تقلقوش. تمام تمام وي في اف كمان في الجست ليست تقريبا في اس تي ديبريشن في 2 يعني انت شايف ده تشخيصك ليه في الاخر؟ لاترال ستيمي. في حاجه ثانيه برضه اب نورمال معاها؟ لا ليفت مين اكويفلنت هيبقى ديبريشن في كل اللي هيبقى عندك ديبريشن في واحد وفي ال وفي الانفيريور ليدز وفي التشيست ليدز ما عدا في 1 وفي 1 واي في ار هم اللي يبقى فيهم ايش ده عشان هنجي لها دلوقتي هجيبها لكم دلوقتي. يو ويف فين اليو ويف؟
بص هو ما عندوش اي ويف، هو بصراحه هو عنده حاجه زي اتريال ريت، هو عنده حاجه زي 3 تو 1 كوندكشن كده. يعني الاتريال ريت بصوا كده هتلاقوا في الليد 2 في بيهات كتير هنا. بص بي ويف بي ويف بي ويف بي ويف بي ويف بي ويف، تحس انه كانوا 3 تو 1 ساعات تحصل يعني، بس مش دي مشكلتنا، مش دي اللي انا بتكلم عليها. يعني ممكن يكون عنده نوع من الاي في بلوك، اي في نودال بلوك. لا في حاجه مهمه، ايه ده؟ في ديبريشن هنا في في 2 وفي 3 مع طول ار قوي في في 3. الساين دي ساين اوف منتصر يقول ها بوستيريور فانكشن، ده بوسترولاترال ستيمي. هنيجي لبوستيريور فانكشن، شوف يعني شوف اي سي جي طلع لي كلوز ازاي، طلع لي كذا كلو. هنمسك بقى حاجه من دي حاجه، هيقول لك هدف المحاضره النهارده مش جايد لاينز اوف ستيمي، لا هدفها الكلينيكال بوينتس بتاعت الستيمي. انا بقول لك الاثنين اللي انت قلت لي عرفوا عرفوا وقلت لهم هيتعاد امتحان الحد الجاي. امتى؟ الحد الجاي. حد تمام، فده كلو من الاي سي جي. طيب نمسك بقى الحاجات السبست. احنا عرفنا الديفينشن في ستيمي، الار في انفاركشن قلنا هو عباره عن بيحصل مع الانفيريور ستيمي نتيجه ان حصل اوكلوجن للار سي اي قبل الار في برانش. فلو السيليفيشن في الرايت اي سي جي ليز في 3 وفي 4 رايت، ان انا بحط نفس الكلام مثلا بعمل في، بدل ما اعمل في 1 2 3 4 5 6 هعمل في 1 2 3 4 5 6 ناحيه اليمين. فلو لقيت السيليفيشن في الرايت ليدز اه، في حاجات تانية بتبقى سجستيف زي ان ST elevation in lead انا ماشي كاتبه مكتوبه غلط، هي مش V3 V2، هي lead 3 و lead 2، انا اسف انا بس اتلخبطت فيها. ST elevation in lead 3 more than lead 2 تمام، ده سجستيف. والساين اللي قلناه من شويه ال elevation طبعا مشكله ال RV infarction في ايه؟ في V1 بس اه، لا اصل المفروض ان V2 انت داخل انت في الليفت سايد، المفروض انا ما تبينلكش. ليه مشكله ال RV infarction معاك؟ بص منظر الرايت اي سي جي، بص شكله اه V1 هو بدا، مش احنا بنعمل كده من رايت سبيس ونمشي ناحيه الليفت اكس؟ تمريض كلهم عارفين يعني فكره، يعني اي تمريض السيسيو عندنا دي مرداش او لاي جي رايت وليفت بتلاقيها على طول حافظه بتعرف تعمل ايه، يعني كلهم متدربين عليها. ايه فكره بقى الار في انفاركشن؟ اهو بص المنظر هنا يا جماعه، هتلاقوا هنا ST elevation في الانفيريور ليدز، ديبريشن في 1 في ال، هلاقي الاليفيشن في ليد 3 اكتر من ليد 2. وهنا بقى بصوا على حاجه، ده رايت اي سي جي، هتقول انت عرفت عشان ما كنت حرف الار؟ لا من غير ما ابص على حرف الار، هو ده نورمال ار ويف بروجريشن. الار ويف المفروض تبدا ايه؟ حاجه اسمها، في حاجه اسمها ار ويف بروجريشن، تبدا صغيره وتكبر تكبر ايه ده؟ هي بادئه حاجه سمول وهنا اختفت. ايه المنظر ده؟ عكس عكس، يبقى ده ايه؟ ده ازاي يتوصل رايت؟ عارف ليه بقول لكم الكلام ده؟ في نقطه برضو ليك انت كدكتور، ان انت ما تبقاش معتبر بس ان الكلام اللي كاتبها لك الماشين. مثلا افرض الممرضه راحت جايبه لك الجي ده وقالت لك يا دكتور رسم القلب بتاع العين اهو، ما كتبتلكش عليه رايت. تبص تلاقي ايه؟ الجي متوصل رايت، ما كتبتيش عليه رايت ليه يا ميس فلان؟ اعمل لي رايت. او مثلا ما عملتليش ليفت ليه؟ انت عرفت منين؟ مش عشان هي كاتبه لك رايت او كاتبه لك ليفت، ما هي ممكن تبقى اتلخبطت. انت تبقى عارف ده مش اي سي جي رايت، ده اي سي جي رايت. بص المنظر عامل ازاي هنا يا جماعه، ده بقى ار في انفاركشن. بصوا الليد في 4 رايت وفي 4 5 في 5 رايت وفي 6 فيها اليفيشن، يبقى ده اليفيشن. ايوه اهي انتوا مش شايفين هنا اليفيشن يا راجل، هنا مش اليفيشن باين؟ لا في اليفيشن طبعا، ده مش النورمال. بص اقول لك حاجه، يعني لو انتوا ليكم نبطشات في السي سي يو صح؟ متوزعين في نبطشات السي سي يو، ساعات الطوارئ بتقعدوا خالص ما بيرضاش خصوصي. خلي في مره مثلا عندي انفيريور ستيمي، قول له انا بوريه الاس جي رايت والليفت. مره هتشوف اس جي رايت نورمال، ما مش كل الانفيريور ستيمي بيحصل معاه ار في انفاركشن، افرض قفل بعد الار في برانش مش هيحصل حاجه. وساعات تلاقي ايه فيه، بص كل مره انفيريور ستيمي كده طلعت انفيريور ستيمي، معلش يا نيبر عايز انا عايز بس اشوف الاس جي رايت والليفت بتاعه. هتلاقي مره نا نورمال، صوره مثلا وخليه او خليه هناك وصوره وحطه على الموبايل. انا كنت بعمل كده وقت ما سكتش عيني بقى، ما كانش عندي موبايل سمارت فما كنتش بعرف اصور، كنت اقعد احتفظ بيه جي اخد نسخه منه تمام، او اعمل جي دي وخليه معايا تمام، لغايه ما تلاقي نفسك انت هتعرف تبدا تبين الفرق ما بين الاي سي جي الرايت النورمال والرايت لما يبقى ايه في اليفيشن. فده ار في انفاركشن اهو. شكرا. مثلا الاي سي جي بول ده مش بور، ده ريفرس. البور يعني سمول انيشال ار ما بتكبرش او بتكبر بريد ضعيف قوي لغايه تبقى ترانزيشن زون ديلي، لكن ده مش بور اريف بروجريشن، ده اختفت الار. ده رايت، ده اي سي جي رايت. دي اللي هتقول لك ان ده رايت اي سي جي. المنظر ده لما تشوف المنظر ده رايت. سؤال بقى، ده برضو الساين بتاعت الفي 1 اللي قلت لكم عليها، اللي هي السي اليفيشن في في 1 لو اكتر من 2 ملم طبعا، لو معاها كيو ويف كمان ده بيانديكيت، يعني وجود كيو زي دي بيانديكيت ان في ترانس ميورال انفاركشن. تمام، ساعات بيسموها سودو رايت باندل. يعني يقول لك طب انا ايه اللي يخليني اقول ان دي انتيريور ستيمي؟ ان مفيش اليفيشن في في 2 في 3. ما لو في في 2 في 3 لا بقى مش قصه انفيريور، ده قصه انتروسيبتال انفاركشن. تمام. طيب النقطه بقى، اتفضل. اه مع الانفيريور ستيمي لوحدها خالص من غير اي حاجه لا بالنسبه لي هتخوفني برضو، على الاقل هتابع العين ان ممكن الاقي الموضوع ده. خلي بالك مش كل الانفاركشن انت ممكن تبقى لقطتها في اللحظه اللي هي لسه ايه مش باينه فيها. يعني
النقطه بقى المهمه، هو ايه مشكله الار في انفاركشن في الانفيوز؟ ايه لازمه الهري بتاع انفيريور بلس ار في انفيريور زائد ار في؟ الار في ممكن تعمل لك شوك حضرتك كونجشن من غير كونجشن، العكس الار في هو اللي مش عارف يضخ الدم. البالمونري سيركيوليشن يحصل فيها اوليجيميا ولا يحصل فيها كونجشن؟ اوليجيميا، مفيش دم بيوصلها كويس، فده عين شوكت والتشيست بتاعه كلير. ما ينفعش اديله نايتريتس، ما ينفعش اديله ترايديل. اللي عندي لو اديته ترايديل يحصل له ايه؟ الفينس ريتيرن هيقل جدا. يعني انت مش كفايه ان الار في عشان يضخ، لا انا مش هدخل لك دم كمان. شوف اللي عنده ضغطه هيتهبت، هيتهبت بمعنى الكلمه. الحاجه الثانيه عنده محتاج فلويدز كتير جدا جدا جدا. في اوقات كتير بيتحسنوا بالفلويدز وانس دخل برايمري بي سي اي، على فكره اغلبيتهم بيتحسن. يعني ما تخافش الار في نهار اسود، نهار اسود ار في، لا هو ده معناه بس اجري بسرعه، اسرع بسرعه الراجل ده شغل. نديش ترايديل وعلق فلويدز ودخله برايمري بسرعه. وانس عمل برايمري والدنيا عدت كويس اغلبيتهم بيتحسن. تمام؟ ساعات في بعض الاوقات يقول لك لو السي في بي عالي قوي اعمل بنحط دوبيتريكس بس بورات قليله، ما بنحتاجش نكمل عليها فتره طويله يعني، في الاغلب ما بنطولش على دوبيتريكس. انا عمري ما طولت دوبيتريكس على ار في انفارشن اكتر من يوم وملتريبين، وحتى كانت مره واحده يعني، يعني اغلبيتهم فعلا بيتحسنوا. فانت ار في انفارشن دي اهميه الار في انفارشن مضبوط. نيجي للبوستيريور انفارشن. بوستيريور انفاركشن اللي هي بتبقى نتيجه ال سي اكس. بص ال سي اكس بيمشي فين؟ بيمشي في حاجه اسمها ليفت افي جروف مع الكورونري ساينس كده، فبيسبلاي الجزء البوستيريور من ال في. البوستيريور مشكلته من الحاجات اللي ما تبانش في 12 فيت اس جي العادي، محتاج حاجه من اثنين، يا اما تعمل بوستيريورلي يا اما تلاقي في اس تي ديبريشن في في 1 وفي 3، كان اعتبره كده في 1 وفي 3 ميرور ليه. بس هنا بقى كام ملي؟ نص ملي كفايه يشخص لك. فاس تي ديبريشن في في 1 وفي من في 1 وفي 3 مع طول ار ويف، لازم يبقى معاها طول ار ويف، او انك عملت بوستيريور ليدز لقيت نص ملي الفيشن من في 7 لفي 9، تمام ده يكفي ان يقول لي ان ده في اس تي الفيشن اكتر من او زي نص ملي، ده بوستيريور انفاركت. ده بيحصل في حالات ال سي اكس. بص المنظر ده، شايفين ده؟ ده بوستيريور انفاركت مفيش كلام. بص المنظر ديبريشن وطول ار، لازم معاه طول ار على فكره. طول ار مع الاس تي ديبريشن ده يقول لك ان بص في 4 هي المفروض انها تغش في 4، بس خلي بالنا دايما في قاعده، هل التمريض كلهم بيعملوا الاي سي جي بنفس البوزيشن الاناتومي كان مكتوب في الكتاب؟ لا، ساعات بتروح زنقهم كلهم جنب بعض مريحاهم. لو في ميل مثلا وعندها البريست مثلا كبير شويه ما تبقاش عارفه تحط، فتروح حطها في اماكن مختلفه، فممكن في 4 هو اكشلي مكان في 3. ممكن ما تقولش ايه ده في 4، لا احنا اتعلمنا البوزيشن ما جيش في 4. لا حضرتك، هو ممكن بس مكان الفي 4 مش صح، فخلينا ايه اذكياء شويه واحنا بننتربريت الاي سي جي. مش لازم ابقى اقول ايه اصل الممرضه مش واحده ساينتفك بتعملها بالاماكن. انت نفسك لو بتعمل واحده في ميل مش هتعرف تعمل الاماكن مظبوط، ممكن تلاقي الاماكن بتاعتك اتزحزحت شويه. تمام؟ فالموضوع بس ايه يعني ما نبقاش لازم اول اور نان يعني. فده منظر بوستيريور انفاركشن. ده لو عملت اهو، بص المنظر هنا برضو. طيب ميرنا كومنت على الاي سي جي ده. لا علي صوتك يا ميرنا. تمام كمل لي. شارع شارع من الدبريشن. تمام؟ مع طول ار ويف. تمام. لا لسه شويه. ساعه او ساعه ونص كده. شكلنا اتاخرنا شويه بس البدايه. دكتور يوسف، دكتور يوسف يا جماعه هو اللي هيشرحكم فارمين بوليزم يعني. هتقابله محاضره شيقه جدا يعني، عامل لكم فيها شغل رائع. دكتور هو احنا قلنا البوستيريور ليز برضه اكتر من نص ملي. اكتر من نص ملي، اكتر من نص ملي ده كفايه. ها كملي يا ميرنا ها. اتنين وثلاثة في اف، وفين كمان في الفيشن؟ دي خمسة وستة فيها الفيشن صح؟ دي خمسة وستة، يبقى العين ده عنده ايه؟ انفرو بوسترو لاترال ستيمي، ثلاثة وودز فيهم افكشن. ده في الاغلب هيطلع اف سي اكس، ساعات ممكن يطلع ار سي اي طبعا لو سوبر دوميننت ار سي اي طبعا ممكن يعمل، بس ممكن يطلع اف سي اكس او ممكن يطلع ار سي اي. انفرو بوسترو لاترال، عندي انفيريور ستيمي، عندي لاترال ستيمي، عندي بوستيريور ستيمي. تمام؟ نفس المنظر اهو، ديبريشن في في 2 وفي 3 تمام، مع اليفيشن في ليد 2 وليد اي في اف. ده اليفيشن في لاترال ليدز. يا سام يا حازم يا اسف، ازاي فاهم دي ممكن تبقى مثلا تشينجز ولا يعني نتيجه ازاي فرق ان دي ايه؟ يعني مثلا ديبريشن من في 1 لفي 3 ده مش ريسيبروكال. لا ده مش ريسيبروكال، ما احنا اتفقنا هو ريسيبروكال لبوستيريور وول لبوستيريور ستيمي. ماشي، ما هو على فكره هي نفس نظريه الديبريشن ده عباره عن ايه؟ ما هو ده ريسيبروكال ديبريشن للبوستيريور وول. لو عملت كده بقى اهو لده، لو عملت الاي سي جي ده، الاي سي جي طبعا كواليتي مش حلو، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاليفيشن ده، يعني هو ده يعتبر ريسيبروكال ستيمي. انا فاهم، بس مش باينه عندك غير لو عملت بوستيريور ليدز. انا فاهم، هو عايز ايه؟ الديبريشن، اعرف ان ده ريسيبروكال ولا ده ديبريشن اصلا؟
مش للبس هو ايوه ثانيه واحده مش فاهم قصدك انت تقول ان ده ريسيبروكال ديبريشن بتاع ستيمي ولا ده سكيميك تشينج بتاع نون ستي اكيد كورنر سيندروم صح لا 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 في 1 وفي 2 ده مش ريسيبروكال للانفيريور ليدز ده ريسيبروكال للبوستيرور وول ايوه بص كان في حاجه مره هقول لكم موقف حصل لي مع الدكتور خالد علي دكتور خالد علي من الناس يعني مش حضرتوش هو سافر يعني انا بقول كده عشان الكلام ده بيتسجل من اكتر الناس انا اتعلمت منه اتعلمت منه كارديولوجي بمعنى الكلمه يعني هو كان متبنيني يعني ده كان محمد عامل ايه دكتور عزه فيه دكتور عزه فيه انا هي قالت لي بعتها لي على الايميل لا مفيش عايزه فلاشه لا الفلاشه معايا بتاعها معاك هي عايزاها لا هي بص فكنت في مره مش عارف بقول له على اس جي فبقول له انتيريور ستيمي وعنده ريسيبروكال ديبريشن في الانفيريور ليدز قال لي شريف هو انت ريسيبروكال ديبريشن في الانفيريور ليدز ده ميرور ايمج بتعتبره ريسيبروكال ديبريشن قلت له قال لي وانت اي ديبريشن عندك ده ريسيبروكال قال لي ما سمعتش عن ترمينولوجي والترمينولوجي مش هتقف في الكتب قوي بس هو ترمينولوجي من الترمينولوجيز اللي فعلا تفهمك ان في حاجه اسمها سكيميا ات ديستنس سكيميا ديستنس مش هتلاقوه في كتب كتير بس هو الترمينولوجي لو فكرتوا فيه هو ترمينولوجي منطقي ان بيقول لك هو عنده انتيريور ستيمي وعنده نون كالبريت فيسل في اون جوينج سكيميا تاني فلو صورته هتلاقي عنده ال اي دي وممكن تلاقي عنده ار سي اي برضه فنقطه ان مش اي ديبريشن هو اكيد ريسيبروكال لا ما احنا ريسيبروكال يعني انفيريور ليدز السيمي ستيليفيشن في انفيريور ليدز تعملي ريسيبروكال في واحد بي ال اوكي ماشي لكن ما تجيش بس ستيليفيشن في الانفيريور ليدز وعملي ريسيبروكال تيشن في واحد واثنين وثلاثه ازاي يعني فعرفها قاعده كده ديبريشن في واحد واثنين وثلاثه مع طول ار لما تنور في دماغي بوستيرير انفاركشن او مش انفاركشن بقى ستيمي ستيمي انا بخص بالانفارشن يعني الانفارشن ممكن تبقى نون ستيمي انفارشن فدي كانت حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها من دكتور خالد علي ربنا يسيب الخير يعني فعلا بيزكس كده اتعلمتها في دماغي فده انا قصدي ايه ده لو ده سؤالك يا حازم ده السؤال اللي بجاوبك عليه ان هي لا دي 1 2 3 اهو بص بقى لما عملنا بوستيريور ليس طبعا ده مش نفس الجي دي جي انا جايبها من على النت هو الجي ده الوحيد الكواليتي اللي لقيته عدله بص 7 8 9 بالمنظر ده يعني انت لو وصلت الجي بالمنظر ده كده تنيم العيان على جنب مش هتنام على بطنه قول له نام على جنبك والمره تحط لك 7 8 9 ده البوستيريور احفظوا دايما ان ده احد الاس جي مانوفر احنا قلنا اثنين اس جي مانوفرز لغايه دلوقتي ايه هما الرايت ليدز والبوستيريور فيما بعد طبعا طول ما احنا بنشرح ونقول هنقول مانوفرز كتيره يعني مش ما ينفعش الدكتور قال بكل معلوماتك عن الاس جي هو 12 ليد اس جي فورس سبيس و و و و ما تعرفش اي مانوفر بنعملها كده عشان نطلع بيها شويه فايندينج في حاجات تانية طبعا بس ليها علاقه بالاريزمياز اكتر من. طيب ليفت مين ايكويفالنت هو ليفت مين ايكويفالنت معناها ليفت مين قفل ممكن يكون كريتيكال ستينوزس في ليفت مين عمل لي كده وطبعا الاغلب اللي عنده هيجي لك بالكليب كلاس 2 او اكتر اب تو 4 ممكن يجي لك شوكت وياما شفناها او ال اي دي ويل سي اكس عباره عن ايه ستي ديبريشن اكتر من او يساوي 1 ملي ان 6 اور مور سيرفيس ليدز اللي هو انفوراتال مع ستي اليفيشن في اي في ار اند اور في 1 ده بيقول لك في مالتي فيسل او ليفت مين والعيان ده يعني تخاف منه قوي 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 العين ده ريسك اوف كلينيكال ديتيريوريشن فيه عالي طيب دينا قولي لي كده كومنت على الاس جي ده نسمع يا جماعه طب يعني انا عندي اليفيشن في اي في ار وفي بدايه اليفيشن في في 1 عندي ديبريشن في الانفيريور ليدز عندي ديبريشن في ليد 1 اي في ال مش قوي عندي ديبريشن في في 3 4 5 6 يعني عندي انفرولاترال ستي ديبريشن مع اليفيشن ده منظر ليفت مين ايكويفالنت نفس المنظر هنا ببص الاليفيشن في في 1 باين اكتر ازاي هنا بقى ما تيجي في 1 بتاعت ار في انفاركشن لا ده انا بتكلم في اي في ار بتكلم في ديبريشن في كل الانفيريور ليدز واللاترال ليدز لا انا بتكلم في حاله ليفت مين ايكويفالنت تخاف منها قوي ده بيتعامل مع اه يتعامل معامله الاستيمي انا جايبها في محاضره عشان كده وجهات نظر بس الصح ان الليفت مين ايكويفالنت من الحاجات المكتوبه في جايد لاينز الاستيمي دكتور حتى لو العيان في بيشنت كده متصور وكان فور كابج ايه متصور وكان فور كابج لا مش دوت ده البيشنت اصلا كان شفناه في الاستقبال كان داخل اسم ثاني خالص ما عندوش اي حاجه خالص بيشتكي منها لا هو اصلا طيب انا هجاوبك انا فاهم قصدك هو ساعات المنظر ده بيبقى استاتيك ساعات يعني ناس هتيجي عين تقول له ايه ده ليفت مين ايكويفالنت انت حضرتك مع المريض قال اه حضرتك ده انا على فكره عامل قسطره من 6 شهور اقول له محتاج جراحه قلب وانا رافض اعمل الجراحه طب وقعك رسمات قلب قديمه نفس المنظر هو ساعات بيبقى استاتيك ده اللي ممكن تلاقي الانكولي يقول لك ايه مش هشتغل هعمل فيه ايه لا هو الصح لو انا كلمه صح تشتغل الصح تشتغل تمام لان هو مكتوب في جايد لاينز الاستيمي محطوط لك في جايد لاينز الاستيمي ليفت مين ايكويفالنت تمام
فدي النقطه بالنسبه لي للتومي. يبقى احنا عرفنا لغايه دلوقتي ايه الابنورمال باترنز ايه. قبل بس ما ناخد لنقطه ثانيه في بس نومنكليتشر كده نعرف، احنا قلنا ST elevation في الانفيريور ليدز اسمها انفيريور ستيمي، لو في واحد اي في ال بنقول عليها لاترال او الاسم الاشيك هاي لاترال، لان واحد اي في ال بنسموهم هاي لاترال ليدز. لو من في 1 لفي 6 بنقول عليها اكستنسيف انتيريور ستيمي، في 1 و 2 بس بنقول عليها انتروسيبتال، في 3 و 4 يعني كمان من في 1 لغايه في 4 ساعات بنقول عليها انتروسيبتال، من في 1 لفي 4 لان في 1 وفي 2 ده السيبتال وول، في 3 و 4 ده الانتيريور وول، في 5 و 6 اكتر ناحيه اللاترال. فلو مثلا من في 1 لفي 4 اليفيشن انتروسيبتال ستيمي، لو من في 3 مثلا لفي 6 بنقول عليها انترولاترال ستيمي. تمام، انفيريور مثلا مع لاترال ليز انفرولاترال ستيمي، في 5 و 6 لوحدهم بنقول عليها لاترال ستيمي. الثانيه بتاعه البوستير بوستير ستيم، في حاجه اسمها بوستير ستيمي، في حاجه اسمها بوستير ستيمي. ليه عارف ليه يفضل سميها بوستير ستيمي؟ لان لو قلت عليها بوستير انفاركشن هتقول ايه؟ نون ستيمي، طلعها سي سي بقى ويبقى ايرلي انفيزيف بعد 24 ساعه. لا حضرتك كده مش نون ستيمي، ده انت لو عملت له بوستير ليدز هتلاقي فيه اليفيشن. في منظر كده يعني اعتقد ما اعرفش انتوا كنتوش لسه دخلتوا على الجروب، اسمه تومبستون ابييرنس. تومبستون كلمه تومبستون اللي هو ايه؟ اللي هو الشاهد بتاع القبر. هما سموا المنظر ده من كتر ما الساين دي لو شفتها يعني. ان تلاقي يقول لك السي اليفيشن البيك بتاعها اكبر من البيك بتاع الار ويف. تخيلوا يعني ايه السي اليفيشن معديه الار ويف؟ يعني لو اس الار ويف امبليتيود واس السي اليفيشن قد ايه اكتر من الار ويف. منتصر ولطفي عارفينها طبعا لان كنا في جروب قلناها صح؟ اوكي؟ ده معناه ان الدامج اكستنسيف دامج هاي جريد ستينوزس هاي ريسك اوف في تي مع الريبرفيوجن. ساعات العين ده وانت بتفتحه في القسطره لما تحضره بقى في القسطره تلاقي يعني يجي له فيتاك وهو طب لا ليه حضرتك ده انا بفتح لك الشريان ده انا بعمل لك خدمه. بس اسمها ريبرفيوجن اريزميا، في حاجه اسمها ريبرفيوجن اريزميا. وطبعا ال في فانكشن في الاغلب بتبقى امبيرد بتبقى لوس. بص المنظر ده شايفين منظر في 4 5 6، بص الفيشن عامل ازاي لدرجه انك ممكن الوهله الاولى تفتكر ايه واي كومبلكس. انا ياما شفت المنظر، انا مره حصل معايا غلطه زي دي شفت المنظر ده في عين ستيمي وحصل ري اوكلوجن، ولما حصل اوكلوجن ما حصلش بقى ري اليفيشن بنفس المنظر الاولاني بقى بالمنظر ده. انا قلت كان المنظر بقى في في 1 و 2 و 3 قلت عارف ايه قلت رايت بندل. في الاخر لما الصبح كان ساعتها برضه كان خالد علي برضه اللي هو اللي كان بيمر معايا كان هو مدرس مساعد ساعتها بوريه قلت له بص جي كده مش فاهمه انا حاسه وايت بندل. بص قال لي يا نهار اسود ده ري اليفيشن انت ازاي ما خدتش بالك منه. يعني قصدي ان هي المنظر بيبقى الوهله الاولى ممكن تقول ايه ده هو ده اليفيشن يا جماعه ولا ده وايت كومبلكس ولا ده ايه بالظبط. المنظر ده لو شفته ده اسمه تومبستون ابييرنس. بص المنظر هنا في الانفيريور ليز عامل ازاي. هتقول لي طب انت عرفت منين؟ طب هي ده وايت كومبلكس كده وايه دي. بص الريسيبروكال ديبريشن هنا عامل ازاي، بص الديبريشن هنا عامل ازاي، بص هنا لا ده تومبستون ابييرنس. طبعا هتقولي طب انا ما عرفتش وريها الاكبر منك. ما احنا متفقين في ايه؟ ان انت مش متساب لوحدك في الطوارئ. انت دلوقتي انا بقيت ديبندبل مثلا بعد 24 ساعه، انت قلت 24 ساعه ديبندبل بقيت ديبندبل في جي شفته ده وعين جايب تشيس بين. طب ابعته للنايب السنيور وريه للنايب السنيور وريه للانكول. واتفقنا احنا قاعد عامل نوري كل الانكول لان عشان خاطر تبقى ايه دايما تاخد يعني ايه ما تاخدش ديسيجن من نفسك عشان في الاخر ما تبقاش اذيت عيان. انت ما عرفتش ايه ده انا المنظر ده اول مره اشوفه. ابعت الاكبر منك ايه رايك في الاي سي جي ده يا فلان شايفه ايه. هو جاي ده جايب تيبيكال تشيس بين صراحه يعني يخوف. لا يا جماعه ده ستيمي تومبستون ابييرنس اجري بيه الراجل ده فيري ريسكي فيري باد بروجنوز. عشان كده سموها تومبستون قبر يعني عنده على وشك النيوم. بص ابص على الدبريشن عشان يعني ديبريشن شكل وايت كيو ار اس. هي بالخبره بقى تعرف ما دي بقى الحاجات بالكومبل. انا بقولها لك الكلام ده ما عرفتوش غير لما كبرت. بقول لكم ان انتوا صغيرين تبقوا المنظر ده في دماغك. بص منظر الاليفيشن عامل ازاي. اقعد اقول لك ستي اليفيشن سيرفس ذا ار ويف. شوف معديه الار ويف ازاي. ده بقى دي اتلخبط. لا ده اليفيشن كمل لي حدث ولا حرج ما بعدش يا جيمي يعني شوف الاليفيشن عامل ازاي. ده عنيف طبعا ده يخوف. هو الاليفيشن ده معناه ان كان في ستي سيجمنت عاديه الاليفيشن عادي بعد ما عمل العمليه حصل الاليفيشن. ساعات بيحصل ستنس رومبوزس او حصل رومبوز ديستال ستنت فبيحصل ري اوكلوجن للانفاركت ريليتد ارتري. للاسف الري اوكلوجن بيبقى اسوء من الاستيمي الاصلي. يعني في حاجه اسمها ثرومبوتيك ميليه بعد القسطره او لو انت ديت ستريبتو كاينيز بالذات ثرومبوتيك ميليه بيبقى فيه تندنسي فور ثرومبوز. لو حصل اوكلوجن ممكن يبقى اوكلوجن اسوء من اول مره. فتلاقي الاليفيشن المره دي اعلى من اول مره رغم انه لما جالك كان جايب الاليفيشن مثلا 3 مللي مثلا لا ده جايب 10 مللي. يا نهار اسود ايه يا جماعه ده؟ ده ممكن يحصل. الفي بيسنج عاملين مركبين بيس ميكر وعاملين دريكا بيس بيبقى صعب انك تانتربريت الاسكيميكال تشينج لان المنظر كومبلكس ايه ليفت باندل فبتبقى صعبه. في بعض الاوقات بتضطر انك توقف البيس ميكر تمبري كده بالبروجرامر لو العين مش ديبندنت. طبعا مش بتكلم في عين ما عندوش سكيب ريز، لا بتكلم في عين عنده سكيب ريز. طبعا الكلام ده مش هيعمله غير حد سبيشالست اولا يفضل، او على الاقل لو انت حتى بتعرف تبرمج ويكون معاك حد سينيور. يعني بلاش لو سمحتوا ان حد يقول انا حضرت لي كام مره في حته البرمجه كده وعندي عين بيس ميكر كده وجايب تشيس بين رحت جيت حطيت البروجرامر رحت دايز ستوب يلا وريني لقيت العين بيجصف قدامي. لا بلاش الحركات الايه
ريسكي يعني. كده اللي هي تبقى ده كده انت مال براكتس حاجه زي دي عشان تعملها تعملها مع حد يكون حد خبير في البرمجه حد يقدر يقول لك لا العند عنده طب تعالى نتست الاول هو عنده انترنسيك ريزم ولا لا عنده انترنسيك ريزم ممكن اجرب ان انا عملتها قبل كده بس عملتها وانا مدرس مساعد تخصصي وبلغت الانكول كانت ساعتها حد يعني مش الانكول الكابتن اللي كان مركب له بيس ميكر وقال لي طب جرب توقف البيس ميكر شوف عنده انترنسيك ريزم انا بعرف انا بشتغل في البرمجه فاقدر اعمل شوف في انترنسيك ريزم نوقف البيس ميكر وخليت الممرضه جنبي موصله الاي سي جي اول ما وقفت البيس ميكر قلت لا سجل لي اي سي جي جبت اي سي جي من غير بيس وبصينا عليه ورحت بعته لا ما فيش اسكيميك تشينج خلاص ما فيش اي حاجه تاني لان ساعات البيس ميكر يجوا بستمي وتبقى ميزد بسبب ان انا مش عارف مش قادر اميز اسكيميك تشينج الليفت باندل طبعا من الحاجات اللي بتعمل لخبطه جامده بتاعت اكيوت ولا كرونيك طبعا كتير جدا تطلب من نوب البطن على عين جايب تشسبين ليفت باندل استمي لان ليفت باندل بتعمل لك سي ليفيشن كده في 1 2 3 في كرايتيريا جميله جدا اسمها سكاربوزا رجاء سكاربوزا كرايتيريا بتساعدك مش بتاخد مكانك الديسيجن مش هي اللي بتقرر بالنيابه عنك انت اللي هتقرر في الاخر هي هتساعدك لكن لو انت حاسس ان انت مش مستريح وبرغم ان الكرايتيريا بتقول لك لا مش اكيوت ممكن اقول الراجل جاي تيبيكال تشيست بين يا جماعه وشكله بينفاركت مش احنا سالين محاضره تشيست بين الراجل ده شكله قاعد بيعرق قدامي وكذا تروح انت قلت بالسكاربوزا كرايتيريا ات واز كرونيك ليفت باندر سو اي تيك ا ديسيجن ذات ذس واز ا ماسكولار سكيليتال بين اند اي ديسشارج ذا بيشنت والنبي ايه اللي انت عملته ده الكرايتيريا بتساعدك مش انت الدكتور انت اللي بتاخد القرار زمان ما كانش فيه كرايتيريا ولا الحاجات دي كانوا بيعتمدوا على كلينيكال عشان كده الجيل القديم كلينيكال سنس بتاعهم اقوى مننا جدا ليه كانش عندهم كل الفرايتي وكل الفاسيلتيز من الانفستيجيشن زي دلوقتي هو اي سي جي وبس ولا بقى كرايتيريا بقى ومش عارف ايه كانت كل حاجات لسه اندر ريسيرش يعني فالحاجات دي بتساعدك طب هي ايه السكاربوزا بتدور على حاجه من الثلاثه دول لو لقيت ان في كونكوردنس كلمه كونكوردنس يعني الاس تي ديفيشن ماشي مع الكومبلكس يعني ليفت باند المفروض تكون الكومبلكس نيجاتيف في الرايت ليدز وبوزيتيف في الليفت ليدز فلو لقيت مثلا كونكوردنت اس تي اليفيشن اكتر من او يساوي 1 ملي في في 5 و 6 في 5 و 6 كومبلكس المفروض تبقى بوزيتيف كونكوردنت يعني اليفيشن ماشي معاها اكتر واحد يعني 5 و 6 يحصل فيها اليفيشن لا ما ينفعش ده الليفت باندل تعمل اس تي ديبريشن في 5 و 6 سكندري ماشي لكن تعملي اليفيشن لا ده ياخد 5 بوينتس ده بنسبه كبيره جدا هيطلع اكيوت ليفت باندل وتعامل معامله الاستيمي وخلي بالك في الاستيمي الاكيوت ليفت باندل ده بيتعامل معامله الاستيمي طب لا لقيت اس تي اليفيشن ديفيشن اكتر من او يساوي 1 ملي في 1 و 3 هو طبعا هو هنا يقصد بيها ديبريشن الاستي ديبريشن لان هي المفروض الليفت باندل ممكن تعمل لك شويه اليفيشن بسيط ديبريشن في 1 و3 ياخد 3 بوينت لان مش ده الطبيعي طب لقيت ديسكوردنت اليفيشن بمعنى ايه ديسكورد مش هي في 1 و2 1 و2 3 بيبقوا نيجاتيف كومبلكس ديسكوردنت يعني حصل اليفيشن بس اكتر من 5 ملي لغايه 5 ملي بنعتبرها اكسبت اكتر من 5 ملي مش مريحه نقول ياخد 2 بوينت طبعا هو دلوقتي بدله اخر واحده دي قال لك بدل ما تقول لي 5 ملي خليها ريشيو انك لو قسمت الاس تي اليفيشن في 1 و2 و3 على الكومبلكس اكتر من ربع الكومبلكس يبقى ده يقول لك ان دي سجستيف اوف اسكيميا تمام فدي السكاربوزا كرايتيريا اول واحده دور على الكونكوردنت اس تي اليفيشن في الي ليدز يعني كومبلكس بوزيتيف لقيت فيها اليفيشن اكتر 1 ملي ده ياخد 5 بوينتس مش موجوده كرايتيريون دي ادخل على اللي بعدها اس تي ديبريشن تعالى علاء دخله عليه انت حابسه بره طب خلاص ماشي عندك لو عايز تيجي تعالى بعد ما تخلص يعني احنا لسه قاعدين شويه استي ديبريشن اكتر من او يساوي 1 ملي في في 1 و3 ياخد 3 بوينت عملت ريشيو ما بين الاستي اليفيشن في في 1 و2 لقيت اكتر من ربع الكومبلكس دي تقول لي تديني 2 بوينتس في الاخر بعد كل ده انا برضو السكاربوزا مش مريحاني مش قادر اوصل للديسيجن والعين جايب تشيس بين تقول لي ده ايه ده اكيوت ولا كرونيك لا هتعامل مع عمليه الاكيوت ليفت باندل لو العيان كلينيكال برزنتيشن بتاعته يقول لك اكيوت ليفت باندل فخلي بالك الرايت باندل من الحاجات اللي بتحصل مع الام اي بتاع ليها بور بروجنوزس ساعات بتحصل لان عايز اقول لكم معلومه ليه الليفت باندل والرايت باندل في الاستيمي بتدينا بور بروجنوزس او بتوحي بور بروجنوزس دكتور سيد يقول بما انه بيشرفنا دلوقتي معانا ها ليه يا دكتور سيد ليه الليفت باندل والرايت باندل في وجود انتير ستيمي بنعتبرها بور بروجنوستيك ساين العين ده مش حلو الليكنوكس سيستم وده بيديني انطباع لايه انك قافل ال اي دي قبل السته البرفوريتورز مش ال دي بي دي دايجنوز بيت سته قبل السته البرفوريتور اللي بتسبلاي ليفت باند ورايت باند معناه انك قافل ال اي دي فيري بروكسيمال فده جريف دامج هتبقى عامله ازاي هيبقى اكستنسيف دامج عشان كده في الاغلب هتلاقي ليفت باند ورايت باند لو اكيوت بيحصلوا مع الاكستنسيف انتيرور ستيمي مش مع الستيمي البسيطه انتروسيبتال وبوسترو وحاجات دي تمام الرايت باند وجودها في بعض احنا برضو اكيوت رايت باند مع الستيمي الحاجات دي فلما يبقى في رايت باند او ليفت باند تاخد بالك منها البيريكاردايتس بقى
ما اكثر اقعد يعني ايه في اللي هو وات. لو يعني لو عايز تطلع وتيجي مفيش مشكله يعني في اي وقت يعني عايز تقعد شويه وتطلع وترجع كده كده اللي عايز يطلع في نص المحاضره انا بتضايق انا ما بتضايقش يعني. بيريكاردايتس ليه دايما مشكله بيريكاردايتس بتلخبطنا مع الاس تي اليفيشن. يلا هاني كومنت على الاس جي ده كده هاني. تمام. في سيجمنت اي في ار فيليا نكل ساين اللي هو الفي ار اليفيتد اي في ار والستيمنت بريس. كمل كمل سامعك اهو. وفي سيجمنت اليفيشن في في 2 و 3 و 4 و 5 يعني انا عندي ديفيوز اس تي اليفيشن بي ار ديبريشن يعني باينه في الانفيريو باينه قوي في ليد 2 شايفين ليد 2 وليد 1 فيها بي ار ديبريشن واضحه ودايما انت لما تقول اليفيشن وديبريشن على اساس ايه؟ طب مين فيهم الاليفيتد مين فيهم اللي ديبريست؟ ما انا ممكن اقول لك إيه لا دي مش اليفيتد حضرتك دي ايزو الكتريك ودي ديبريست بالنسبه لها. مش التي بي التي بي لاين تي بي سيجمنت شكلكم بتقعدوا مع السناير كتير كويس. تي بي سيجمنت اللي هي ايه؟ ما بين نهايه التي لبدايه الكومبلكس يعني ما بين سايكل وسايكل ده الوقت اللي ما فيهوش اي الكتريك ده الايزو الكتريك لاين فالتي بي سيجمنت هي المعيار بتاعي عشان تقول لي طب هو مين الاليفيتد مين اللي ديبريست؟ ما انا ممكن اقول لك دي مش اليفيتد ودي اللي ديبريست ممكن تقول لي لا دي نورمال ودي اللي اليفيتد لا انا هقارن بالتي بي سيجمنت فباين قوي ان في بي ار ديبريشن هنا باين قوي النقل ساين واضحه تمام ان في اس تي ديبريشن في اي في ار وبي ار اليفيشن صعب قوي اس تي ديبريشن في اي في ار وتبقى اسكيميا مش بقول استحاله لانها حصلت لسه شايفها في لسه شايفها في كنت نبطش كله شفتها ديبريشن تقول بيريكاردايتس بس في الاخر لما قلنا مقلقين طب نصور العين طلع انتيور ستيمي بس ديبريشن في اي ار ماشي اكتر مع بيريكاردايتس بس ممكن تحصل مع الاسكيميا ده منظر ديفيوز اس تي اليفيشن ده بتاع بيريكاردايتس بصوا المنظر هنا برضو ديفيوز اس تي اليفيشن بصوا اي في ار عامله ازاي بس ده مش بروناونسد قوي زي اللي قبليه في اهو بي ار اليفيشن واس تي ديبريشن ده منظر بيريكاردايتس طبعا برضو خلي بالنا عامل الخبره بيفرق ما تقولش وانا لسه مثلا بقالي ثاني شهر في النيابه انا شخصته بيريكاردايتس وكتبت له ايبوبروفين ومشيته طب بلغت بيه حد طب مش هعرفك ان البيريكاردايتس دي مش حاصله اون توب اوف ام اي هي ممكن البيريكاردايتس تحصل اون توب اوف ام اي ده من الباد بروجنوستيك ساين ان الام اي لو دخل في بيريكاردايتس تعرف ان الراجل ده ايه قول يا علاء ام اي ودخل في بيريكاردايتس ليه دي بور بروجنوستيك ساين لان معناها ايه ان الام اي دي ان حصل ان العين بقى كومبليتد لدرجه ان بدا يحصل انفلاميشن في البيريكارديوم ده ما اتلحقش وفي الاغلب ده لما تفتحه في الاغلب الفانكشن هتبقى امبيرد يعني انت هيقول لك ام اي لو سمعت عليه بيريكارديا الرب تخاف انا العينه قلتها ما اعرفش حكيتها لكم انتوا ولا لا توك العيان الوحيد في نيابتي ولغايه دلوقتي الوحيد يعني من ساعه ما اشتغلت لغايه دلوقتي العين الوحيد اللي استمي اللي سمعت عليه بيريكارديا الرب تدرس وكنت انا واميره نور ساعتها نواب قعدنا انا وهي بقى ايه جبنا كل النقط تعالى يا جماعه ده في بيريكارديا الرب والاستاف يمر اه ده بيريكارديا الرب فور تيتشنج حلو جدا ورب يعني زي الكتاب ما بيقول ده العين الوحيد اللي لما جيت استلمه الصبح من عماد عفا كان هو استلم مين ابو شيب بقول له ما انت ما سلمتنيش فلان قال لي لا ده مات بالليل مات بالليل قال لي قوله فصاد ان راح تشيس بين قال لي لسه بقيسه الضغط الضغط مش مسموع رغم ان كنت لسه مر عليه وراح قرست في وقتها ده في الاغلب حصل له ايه تامبونات نتيجه في الاغلب طبعا احنا بنقول بروفيجنال مش شور فري وور رابشر ده احد الميكانيكال كومبليكيشن لان هو كان جاي بعد 24 ساعه من الام اي اكتر من 24 اورز وجاي تشيس بين ريزيدوال ولما فتحناها خرج بتيمي تو فلو تيمي تو فلو يعني الارت ما فتحش الاخر يعني في الاخر جاي متاخر وكمان للاسف ما عرفت ما فتح يعني ما كانش سكسسفول كان الهيفي ثرومبوس بيرت فخرج بتيمي 2 كان اقصى حاجه عرفنا نعملها فالعين ده فيري باد بروجنوس فلو سمحت ما تخص بيريكاردايتس من نفسك وتمشي العيان من غير ماشي خلي بالك بيريكاردايتس ممكن تعلي التروبونين ماشي يعني ممكن تعلي مش معنى كده ان انا عايز التروبونين التروبونين عالي مشيته ما البيريكاردايتس عليه التروبونين اه انت هي معلومه صح بس ليه ما اعتبرش ان التروبونين رايز از اسكيميا انتل بروت اذروايز بيريكاردايتس حجزته طلع بيريكاردايتس العين اتقسم قعد 24 ساعه عندك وطلعت بيريكاردايتس فعلا ومشيناه وعملنا كل الايكو نورمال وزي الفل وروحنا ما خسرش حاجه لكن لو طلع ستيمي وروح بيته هو اتاذى سواء اتاذى انه هيجي له الفي ديسفانكشن يفضل حياته كلها عايش في هارت فيلير او انه يموت ويا ما ستيمي بيموت وبالمناسبه هو الانتيور ستيمي بس اللي بيموت الانفيرير ستيمي برضه بيموت والانفيرير ستيمي ممكن يجي له في اف على فكره مش الانتيور بس اللي بيجي له في اف ويا ما انفيرير ستيمي شفناهم جالهم في اف وكان انفيرير لا انفيرير يا عم لوكالايز انفيرير هيجرى له ايه يعني مش هيتاثر على الالفي فانكشن او لا الانفيرو ممكن يجي له في اف ويموت لو انت شايف الجي ساجست بيريكاردايتس صريح قوي والبين ساجست بيريكاردايتس مالهاش لازمه تروبونين بس الكلام ده برده مش مناعه قرانيه خد راي حد لكن لو كلينيكال البين زي ما اتفقنا بين ورادين جليترابيزياس واتيبيكال بين ومش ماشي خالص ساعتها ممكن اقول كده
طبعا ده منظر ان انت بتشوف رايت باندل مع الليفيشن, اهو شايفين المنظر ان في رايت باندل مع اس سي الليفيشن, ده المنظر اللي بنشوفه, ده منظر الاكيوت رايت باندل بالذات لو معاك اجهاد قديمه بتفرق. خلي بالكوا برضو هو في حته الاكيوت ليفت باندل والاكيوت رايت باندل ده من يقول لك ايه, ان يا اما انت معاك اجهاد قديمه ما فيهاش المنظر ده او ما عندكش اجهاد قديمه فانت مش قادر تحلف, ساعتها بتستخدم الكرايتيريا زي ما اتفقنا الاسكاربوزا كرايتيريا, بس زي ما اتفقنا depend on your clinical sense اكتر من كرايتيريا. زي انتوا حضرتوا محاضره الابروش تو وايت كومبلكس تايكارديا, لو البروجادة بتقولي مش في تي بس الراجل ده مايوباثيك وعنده سكارز بالهبل في الهارت وجاي لي كل مره لما بيجي له الوايت كومبلكس ارت بيقع يغمى عليه ويقع وضغطه يبقى واطي, ما تسيبش كل ده تقول له اس في تي از ابرشن بالبروجادة مش ماشي مع الفي تي, بس كلينيكال سنس بيقول لك يا جماعه الهيستوري ده الراجل ده ريسكي جدا يجي له في تي. واتفقنا القاعده لما قلت لكم وايت كومبلكس تايكارديا لو شخصته في لو هو اس في تي از ابرنس وانت شخصته في تي وعالجته عن في تي ما اتاذاش خالص, ايه دايسته وهو اس في تي جرى ايه ما حصلش حاجه, لكن العكس هو في تي وانت شخصه اس في تي از ابيرنس ورحت مديله امبول الايزوبتين هو في الاغلب هو مايوباثيك, اغلبيه الفي تي مش كلهم اغلبيتهم مايوباث, يديله ايزوبتين بقى يجرى له ايه جرر. الراجل ديتيريوريتد, الراجل بيارست, اهل العين مش عايز اقول لك هيعملوا فيك ايه يعني, ده الدكتور اداله حقنه من هنا مات من هنا مالكش دقيقه. في حاجات نون دايجنوستيك اي سي جي, شوف احنا مستفيدين اكتر في الاي سي جي لان الكلام ده اهم من الجايد لاينز, ده انا بالنسبه لي اهم من الجايد لاينز, ده الكلام اللي كنت مش حد فيكم بيقول لي هشام اه لما كنت بتقولي مينا محب كان بيقول لك ان انت تهتم بالكلينيكال سنس قبل ما تهتم بقرايه الجايد لاينز, ده صح وده تركيز المحاضره دي كلينيكال سنس ازاي اشخص, ده اهم من ان انا اقعد احفظ جايد لاينز احفظ جايد لاينز بس في الاخر انا مش عارف اقف في الاستبال اشخص عيان ابلغ بعيان ابلغ الانكول كله انا شايف كذا 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 بس مش عارف اوصل لدايجنوزز بس الداتا كذا, انت طلعت داتا صح ودي حاجه قويه. ممكن الكونسلت يقول لك على فكره الداتا دي بتقول ان انت كذا 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 العين ده ممكن يبقى كذا احجزه واعمله, انت كده عندك العيب لانك طلعت كلينيكال داتا بشكل دقيق, لكن حافظ جايد لاينز مش عارف اطلع كلينيكال داتا مش عارف اخد هيستوري عدل مش عارف اعمل اكزامينشن صح بوقع حاجات دي كارثه. فعشان كده دي نقطه ان احنا اهتمامنا بالايه, شوف احنا لغايه دلوقتي بقى لنا تلت ساعه ونص ساعه بنتكلم بس في الاي سي جي. طيب نون دايجنوستيك اي سي جيز بقى طبعا ايه المرحله اللي تسبق الاستيمي دايما هايبر اكيوت تي ويف, فدايما الهايبر اكيوت تي ويف لما الاقيها طبعا في ناس تقول لك هو يعني ايه هايبر اكيوت قد ايه ملهاش ديفينيشن, بس انا اللي اتعلمته مثلا وانا جونيور انها اكتر من 2 ثيرد الكومبلكس, بس هل الكلام ده مكتوب في كتب؟ انا ما قرتوش فيه انا اتعلمتها, بس المنظر ده لو شفته حد عنده اختلاف ان المنظر ده منظر هايبر اكيوت تي ويف قد يبريسيد ستي اليفيشن, ده هو اصلا مش بريسيد هو بقى, انا بص للسي سيجمنت شايفين السي سيجمنت بتشاور نفسها هنا, فالهايبر اكيوت تي ويف رجاء لما تشوفها ما تقولش ايه روحته عشان ما عندوش ستي اليفيشن, لا حضرتك الهايبر اكيوت دي تخوفه والعين ده ممكن لو عملتوش دي بعد ربع ساعه تلاقيه بدا يحصل اليفيشن حصل اليفيشن, فالستيمي دايما مش بيجي اللي هو اولو فصادن اه صدري ستي اليفيشن, لا ممكن يجي لك بس جي نورمال طلعوا سي سي يو على انه اكيد كوروني سيندروم وحصلت معايا قبل كده طلعته على انه اكيد كوروني سيندروم عادي اس جي نورمال ما فيش اي حاجه وسحب له تروبين طلع عالي حجزته وتشيز ما كانش مقنع حجزته يدوبك انا طلعته وداخل انام الساعه 2 بالليل لقيت كان احمد رضا كان هو نايم سين بيكلمني شريف حضر اوضه القسطره اللي عند القلب استني اللي كان داخل بجي نورمال لا ما كانش فيه هايبر اكوت حتى انا بتكلم ان ايه لا ما انا هو اتحجز لان هو كان جايب تشيز بين كويري انا سحبت تروبين لقيته عالي قلت له خلاص حجزته نون استني طلع لا استني قلب استني تمام كانت نون اوكلوسيف ثرومبس وتحولت بقت اوكلوسيف ثرومبس. فالهايبر اكيوت تي ويف ما تنساهاش شايفين المنظر عامل ازاي بتاعها تمام, ما انساش برضو السيريال اي جي ان انا متابعه الاي سي جي في اللي عندهم دايناميك تشينج تفرق. الترانزيانت اليفيشن بعرف ازاي ترانزيانت اليفيشن اكيد اكيد مش هيجي لي عن السي اليفيشن في الاستقبال ولا يعني تشيز بين والسي اليفيشن اقول له طب تيجي نعيد الاي جي بعد ربع ساعه كده مش جايز تختفي لا ده مش عايز اقول كلمه مش حلوه دي ال ال هو لا ايوه هو امتى بشخص ترانزيت اكيد مش عين جالي بستي اليفيشن طب طلعها في سيو كده ما جاز تفك ايه اللي جاز تفك دي لا طبعا ستي اليفيشن خلاص استني اجري حضر اوضه القسطره وبلغ الانكول او ما عندكش قسطره يبقى ثرومبوليتك تمام خلاص قرار اتاخد لكن ترانزيت امتى عيان متحول لي من بره بستي اليفيشن واول ما جالي انا كويس مفيش اي حاجه طب عملت له رسم قلب دلوقتي طب ما بنعمل كده كده اي عند داخلي طوال هيلو اي سي جي حتى لو جاي من بره نورمال والاي جي اللي بره اليفيشن صريح ايه ده يا جماعه ده ترانزيت السي اليفيشن ده بيسموها ايه ليها اسم كده يقول لك ايه ستاترنج كورس عارفين ستاترنج يعني ايه ستاترنج اللي هي كلمه ستاترنج عارفين اللي تهتل بتتهته يقول لك ام اي لسه بتشاور نفسها او كان في كتير ترمينولوجي عامي شويه كنا نقوله ايه اللي كانوا السيناريو اللي هنا ده ايه اللي دي بيشاور نفسه اللي دي بيقفل اللي دي بيقرب يقفل هو فعلا ستاترنج كورس تلاقي العين ده ساعات يعني في عين ده ساعات عيانين منهم يفضلوا نورمال لغايه ما تصوروا وخلاص وتلاقي في اثار وتحط له سن وساعات في عيان هو في الاستقبال فك مفيش اليفيشن طلعته فوق اه صدري ترانزيانت اليفيشن بعد شويه فك
بعد شوية صدري وما فكتش. لا خلاص خلصت ده. ده خلاص. لا recurrent dynamic. recurrent ده emergency invasive. يعني الاولاني اللي هو chest pain ST elevation وفك وفي الاستقبال ما في وطلع وهو جاي الاستقبال كويس. طلع CCU ده مفروض يدخل early invasive within 24 hours. لو recurrent ST elevation راح يعني انا مثلا زي لو عندي وهو فوسي راح مرة تانية حصل ST elevation ده ريكارنت مش معلش انا مش ديوريش ريكارنت ده ال ايمرجنسي انفيزيف اوز ان 2 اورز هعتبره هاي ريسك نون اس تي يعامل معامله ايمرجنسي انفيزيف زيه زي الهيمودايناميك انستابيليتي والريفراكتور اريزميا والريفراكتور انجينا والحوارات دي كلها يدخل صور لو ريكارنت لكن اللي هي يعني فيها عينين كده انا شفت مثلا عند مره اس تي ليفيشن من بره جاي الاستقبال زي الفور تشيس بين فري وريني رسم قلب بتاعك حاجه القديم ان في ريستمي طب دلوقتي كومبليتلي نورمال طلعته سي سي وفضل لغايه بالليل مفيش اي حاجه خلاص اوكي الانكول قال لا خلاص نبدا التريتمنت وبكره ده يتصور لكن لو هو فوق تاني راح رفع التاني اليفيشن لا خلاص ده الشريان مصر اللي هو تاني مره اتعلق خلاص يا جدع ريكارن ده اسمه ده ريكارن دايناميك مش مجرد السيفيشن وريزولف ده بتتكرر ده الشريان ده النهارده بالليل هتلاقيه قفل اوله فصاد لا الحقه دلوقتي بقى ده كده فيري هاي في بعض الناس ده فيري هاي ريسك في ناس تقول لك لا انا من اول مره ترانزفيشن اصوره اوكي بس لو سيف لو هو بقى كلينيكال ستيبل اس جي نورمال لغايه الصبح انا ممكن استنى عليه لكن لو ريكارن ده لازم يتصور تمام فده ترانزيت اليفيشن بيعمل عامل تاكيد فده يعتبر هاي ريسك نون اس تي راذر ذان فرانك ستيمي اللي بنسميها ستاترينج كورس طبعا البوستيريور ليدز قلناها خلاص مش هتكلم فيها تاني ودي برده نقطه الباند برانش كلمه ام اي اللي هو الفورس يونيفرسال ديفينيشن طبعا كان في ديفينيشنز قبليها بس ده اخر ديفينيشن 2018 عشان كلمه ام اي هي طبعا كلمه مايكارديال انفاركشن لا تساوي ستيمي الستيمي بقصد بيها الاستي اليفيشن في الاي سي جي اللي بشخصه من الاي سي جي مش محتاج تروبونين عشان اقول ستيمي تمام الفورس يونيفرسال ديفينيشن اوف ام اي هو بيعتمد على تعريف الانفارشن هو الانفارشن ممكن تبقى ايه او ايه ممكن تبقى ستيمي او نون ستيمي تمام طبعا زمان كانوا بيسموها كيو انفارشن ونون كيو انفارشن التكنولوجي ده اختفى ده انا اتعلمته وانا في سنه 5 التكنولوجي ده اختفى لان النون ستيمي ممكن تعمل لي كيو هيت على فكره هو في كذا تكنولوجي اولا كلمه انجري كلمه مايكارديال انجري يعني ايه ده ديفينيشنز جايد لاينز مش انا اللي كاتبها ده ديفينيشنز انا جايبها كوبي بيست من جايد لاينز زي ما هي evidence of elevated troponin troponin مش اي ماركر تاني with at least one value above the 99th percentile upper reference limit ده يعتبر evidence of injury لو الرايز لو كان في لو كان الرايز ده او الاليفيشن ده دايناميك يعني في ديتكشن ان كان في تو سيتس واحده عاليه وواحده واطيه يبقى في ديتكشن اوف رايز اور فول هقول عليه اكيوت انجري لكن لو ستاتيك كرونيك انجري يبقى مايكارد انجري مجرد ان التروبونين اكتر من 99 بيرسنتايل طبعا بره بيستخدموا بيرسنتايل احنا لسه ما بنستخدمش بيرسنتايل والحوارات دي لكن لو المعمل مثلا بيستخدم يقدر يقول لك ده ابوف 99 بيرسنتايل وان فاليو بس الاكيوت انجري مايكارديال انجري زي ما احنا قلنا بس في رايز اور فول اللي هو ديتكشن اوف رايز اور فول احنا حافظينها كده احنا نواب بيقول لك ايه تعريف الام اي احنا في المرور ات از ديتكشن اوف رايز اند اور فول اوف كاردياك ماركر ويز ات ليست وان فاليو ابوف 99 سو نفس الكلام ده الاكيوت انجري طب مال اكيوت انفاركشن بقى يعني ايه يعني انت لقيت اكيوت انجري ولكن في وجود واحده من الاتي سيمبتومز اوف اسكيميا نيو اسكيميك تشينج الكلام ده مكتوب في جايد لاينز بتحكي انت تكتبه بس هو واحد ديفلوبمنت اوف باثولوجيكال كيو ويف في كيوهات في الاي سي جي ما كانتش موجوده قبل كده ايمجينج لقينا في حصل نيو لوس اوف فايبل مايكارديوم او نيو سيجمنتال موش ابنورماليتيز في الايكو يعني في ايفيدنس كيميا بالايكو جديد مش حاجه قديمه مش ايكواته كلها كانت مايوباثيك ما خلاص هتقولي ما في سيجمنتال من زمان اصلا الراجل ده اصلا ام اي من زمان او لقيت في كورونري ثرومبس عن طريق الانجيو او الاوتوبسي اوتوبسي يعني مات خلاص يا اخي تمام ده كده ياخد تعريف اكيد مايكارديال انفاركشن يبقى انا لو قلت لك ايه تعريف الاكيوت ام اي هتقول لي ده ديتكشن اوف رايز ده عباره عن كلينيكال ايفيدنس اوف اكيوت مايكارديال انجري اللي هو في رايز اند اور فول اوف كاردياك تروبونين ويز ات ليست وان فاليو ابوف 99th بيرسنتايل ويز ات ليست وان اوف ذا واحده من دول بس تكفي سيمبتومز اي سي جي كيو هات ايمجينج كورونري ثرومبس طيب انا خلاص قلت ده ستيمي اعمل ايه اسال على ايه هو انا ستيمي مجرد ان اي سي جي وخلاص ويلا اجري اسال على ايه اسال على ريسك فاكتور سريعا بمعنى ايه طيب حد مثلا انا مثلا هقول لكم السيتويشن اللي كان بيحصل معانا ايه كان يقول لك مثلا انا بطني بيكلمني شريف في معايا حاله انتيريو ستيمي جري طبعا المفروض ستيمي تجري مش المفروض ستيمي كده انزل براحتي او انا قاعد في اوضتي مثلا دلوقتي قاعدين في الاستيمي قاعد في اوضتي كده براحتي ستيمي دي اجري يا جماعه ستيمي دي كريتيكال زي كده اللي بتاع الفاسكولار كده اكيوت سكيميا اللي بيجري لك ماشي بتاعت النساء مثلا تقول لها مثلا حاله ترابشر يوترس تجري ماشي نفس الكلام اسال ريسك فاكتور سريعا هيك عندك ضغط عندك سكر بتدخن او كنت بتدخن حاجه في رعايه قلب قبل كده او خليه باستريس في الاخر ضغط سكر
بتدخن او كنت بتدخن، عمال تحليلك الصوره كده وطلع عالي، حد في عيلتك عنده اي مشاكل في القلب، جالك اي جلطات في المخ، مش عارف ايه، في مشاكل عندك في رجليك او في شرايين، خلصت. طبعا كل واحد هيقول لك يس، هتساله بسرعه سريعا ماشي. باس هيستوري، اشتكي من اي مشاكل في القلب قبل كده يا بابا؟ لا، يعني ما دخلش رعايه قلب، ما عملش اثار على القلب، ما جالكش ذبحه، ما جالكش غلطه، ما عملش اي فحوصات للقلب قبل كده زي مسح ذري او اشعه مقطعيه او حاجه دي؟ لا. تشيست بين، اوصفي الالم ده عامل ازاي يا بابا؟ مش بقى براحتنا، لا ده انا هنا سريعا، هنا هيفرق معاك الوصف للبين قوي. افرض قالت لك نغزه، ازاي يعني؟ بتزيد مع النفس؟ طب بتقل مع النفس؟ طب بتزيد بالكحه؟ خلاص ما هو ستيمي يا حبيبي. اسال التشيست بين بسرعه، مش معترض، بس خلاص ما انت بتجادل في ايه؟ ما انت اي سي جي قال لك ستيمي، انتيريو ستيمي والصريحه، مش مثلا كويري قديمه شكلها حاجه قديمه كيوهات كلها، لا ده انا بتكلم في ستيمي زي اللي شفناه من شويه. وصفي انا عامل ازاي؟ تقل مثلا يا دكتور كذا كذا كذا، على طول اروح داخل بقاله قد ايه؟ مش مو بقى هنا سايت راديشن كاركتر، انت مش قاعد في عياده، انت قاعد في استقبال في ستيمي. بقاله قد ايه يا بابا؟ بدا معاك امتى؟ بدا معايا مثلا يا دكتور من 4 ساعات، يعني يعني قبل 4 ساعات كنت كويس، كنت كويس، كانش في اي مشكله خالص. اكتر وقت شد عليك فيه امتى؟ ساعات يقول لك بقاله 4 ايام. ايه انفاكتنج بقاله 4 ايام؟ طب اكتر وقت كان عليه شد عليه امتى؟ لا النهارده الصبح يا دكتور اكتر وقت شد عليا فيه، ده البيك بتاعه. في الاغلب كان ممكن هو لسه في نان اس سي، مرحله نان اس سي، دلوقتي جاي من ستيمي النهارده. بين تو دور، هي دي فكره كلمه بين تو دور انترفال، ان هو من بدايه البين لغايه ما جالك باب الطوارئ قد ايه؟ لو بتقول له الم على وقعك قد ايه؟ لان كل ما البين تو دور يطول كل ما ده باد وورس بروجنوزس، انه اتاخر، اللي جالي بعد ساعه غير اللي جالي بعد ساعتين، غير اللي جالي بعد 12 ساعه، غير اللي جالي بعد يومين. ال في فانكشن بقى لها بتتاثر قد ايه؟ احنا قلنا بعد اكتر من 30 دقيقه بيبتدي يحصل دامج للمايوكارديا بعد 30 دقيقه. طبعا ما انساش ان انا اسال على السلدنافيل او التدالفيل بالذات، لان كان عنده في الاغلب ممكن يحتاج ترايديل بالذات لو ضغطه عالي، بس رجاء ما تسالش على الملا، اللي جاي في ام اي ده في الاغلب جاي ومعاه لوكشه من البشر، عيلته، صاحبه، جاره، ايا كان، ما تسالش قدامه على الملا كده انت بتاخد ايه، فياجرا او حاجه من الحاجات دي. كونترا اندكيشن اوف ثرومبوليتيك مهمه قوي قوي قوي، ايه هي بقى؟ لا انا بتكلم دلوقتي عن كونترا اندكيشن للثرومبوليتيك، احنا كده كده بنسال على بليدنج، بس انا بسال كونترا اندكيشن للثرومبوليتكس ابسولوت وريليتيف. ايه هم الابسولوت؟ ابسولوت يعني ما ينفعش ياخد ثرومبوليتيك بريفيوس انتركيل هيموريج في اي وقت من حياته، ما ينفعش. واحده واحده، اسكيميك ستروك في اخر بقى لها 6 شهور within 6 months، قبل 6 شهور ما فيش مشكله. سي ان اس دامج او تيومر، يعني عنده تيومر او عنده اي في مالفورميشن، ده طبعا يكون في دوكيومنتيشن، يعني مش هيقول لك انا عندي ورم في المخ وهو مش عامل اكاعه، اكيد مش هيقول لك عندي ورم او عندي مثلا تمدد شرياني، غير لو هو عامل ام ار اي او سي تي. ريسنت سيرجري او ميجور تروما ويزن ذا بريسيدنج مانس، ولو ان ساعات في عيانين عاملين جراحه، لو انا ما عنديش قسطره ممكن ادي ترومبوليتيك، بس ايه بنبقى خايفين شويه. جي اي تي بليدنج في اخر شهر، كارثه. انا جالي هيم اندو بيبتيك السر، مش بقى مجرد بيبتيك السر، لا ده انا جالي هيماتيمسيس او ميلينا وزين اللاست 4 ويكس، ده ياخد ثرومبوليتيك؟ ده كارثه، ده قنبله موقوطه، تدي له ثرومبوليتيك من هنا تلاقيه بيخر لك من اماكن كتيره، بتبقى ساعتها واقف يعني متدبس مش عارف تعمل ايه. كان حد قال يا دكتور ان يعني الثرومبوليتيك وانس انديكيتد في حالات معينه، لو انت في بارمن امبوليزم ماشي، بس في حالات مش هينفع. هقول لك حاجه ظريفه، العين الاستيمي اللي كان جاي لنا بهيماتيمسيس ومنين انا حكيت لك عليه ده، ده ينفع تدي له ثرومبوليتيك لو انت ما عندكش قسطره؟ ده لا هينفع تعمل له قسطره ولا ينفع ياخد ثرومبوليتيك، ده مش هينفع. ماشي؟ اللي عنده ستروك ويز ذا لاست 6 مانس ده مش هينفع. امتى تعمل الكلام ده؟ لو انا ما عنديش قسطره وما عنديش حل غير ثرومبوليتيك هتعملها، بس بناء على ان انا فعلا ما عنديش حل تاني، بس صح كجايد لاينز، جايد لاينز تقول لك لا ما تديش. عشان كده في حاجات ابسولوت وفي حاجات ريليتيف، الريليتيف مسموح لك تدي، الابسولوت انصحك بلاش. حاول ان انت يبقى الفيرست برايورتي ان انا ادي قسطره، الا مثلا لو قسطره انا قاعد مثلا في شمال سينا مثلا، طب ما فيش قسطره غير على بعد مثلا 300 كيلو. خلاص هدي، بس هيبقى في ريسك عالي جدا، بس صراحه لو في ابسولوت واضح من دي انا مش هدي. يعني مثلا لسه من كام يوم بيعمل هيماتيمسيس، لا مش هديله خلاص معلش خليه بالانفاركشن. لكن لو مثلا بقى لها 3 اسابيع، طب انا ممكن ادي ترايل لو انا شايف ان يعني العين ده هيستفيد في اول ساعتين، يعني ايدي بتاكلني اديه، وبقى لها 3 اسابيع او 4 اسابيع يعني ممكن نتغاضى عنها ماشي، بس هتدوكيمنت انت عملت كده ايه، عشان لو حصل له حاجه تقول ايه انا عملت كده بناء ان الراجل جاي في اول ساعتين. ده يعني هي مده جولدن اور للثرومبوليتيك قد ايه؟ 12 ساعه. اول ساعتين دي يعني ده روعه ماشي، 12 ساعه لغايه 12 ساعه. فلو جالك فقط قادر والابسولوت كونتر اندكيشن يعني على الحركرك كده، مش الحاجه الصريحه، ممكن ساعتها بس الدوكيمنت انا عشان لو حصل كومبليكيشن ما حدش يجي يغلطك. نون بليدنج ديس اوردر، طبعا المنسس مش منها، يعني ما فيش واحد يقول لي ما اديتهاش ثرومبوليتيك عشان هي في المنسس، لا عادي. اورتيك ديسكشن طبعا ما ياخدش ثرومبوليتيك اكيد، يعني درجه ده احنا بنقول عندهم يجي لهم كونتيند رابشر ومش عارف ايه. نون كومبريسبل بانكشر في اخر 24 ساعه، زي ايه كومبريسبل بانكشر؟ ليفر بايوبسي ولامبر بانكشر. يعني ايه نون كومبريسبل؟ يعني مفيش بوني بروميننس اكمبريس اجينست، يعني الشيس اللي في الفيمورال او في الريديال ده كومبريسبل ولا نون كومبريسبل؟ ده كومبريس، انت عندك هنا الهيدو فيمر وهنا عندك الريديس،
ده لو ضغطت شويه كتير هيكمبرس، لكن ليفر بايوبسي ده هتضغط فين ان شاء الله؟ على الليفر، مش هيكمبرس. مفيش بوم بتضغط اجينس عشان تقول كومبريسبل. دي بلاتي بقى تي اي اف اخر 6 شهور بياخد اورال انتيكواجلان، واحده حامل، الحمل على فكره ممكن يدي ثرومبوليتك عادي. بيبقى ريسكي شويه بس ان يعني لو بارمي امبوليزم وشوكد وهي بريجننت ادي ثرومبوليتك، الحمل بتدي ثرومبوليتك وبيدي ديزي شوك. اعرب لكم المعلومه دي عشان تبقوا عارفينها من دلوقتي. ريفراكتوري هايبرتنشن ممكن ادي، بس يفضل انك تدي حاجه تنزل الضغط شويه. ادفانسد ليفر ديزيز، انفكتيف اندوكاردايتس، بيبتيك السر، برولونجد اور تروماتيك ريساسيتيشن، ان هو العين شغال عليه سي بي ار فتره طويله، ده لما بتدي له ثرومبوليتك لو انت ما عندكش قسطره بيبقى الموضوع ريسكي شويه ان يحصل بليدنج او هيموثوركس او يحصل تامبونات او حاجه من الحاجات. طب هنسال سؤال. ما دي نقطه بقى، ان انت لو ما عندكش، لو هو بارمن امبوليزم ما عنديش حاله تاني، ممكن ساعتها ادي ثرومبوليتك، بس هعرف العيان ان في هاي بليدنج ريسك، بس انا مضطر لو ابسولوت كونتراكيش. الجايد لاينز حطيت لك حل تاني لو افيلبل عندك، ان البارمن فيها قسطره بتتعمل، لما ندخل اعمل ثرومبكتومي او بدخل، بس من الكلام ده للاسف مش افيلبل قوي عندنا يعني. مش افيلبل، تدخل ببيكتيل وتفتت الثرومبس كان ده مش افيلبل، في حاجات انجيو جيت كده وكلام من ده مش افيلبل. لو مش افيلبل عندي والامكانيات، بس اللي عنده شوكد وشاب صغير مثلا وعنده ريسك اوف بليدنج عالي ابسولوت، هقول للعيان انا بعمل كده. ما حصلش معايا بس صراحه انا حطيت هعمل كده، هشرح للعيان الريسك اوف بليدنج وكذا، وان احنا مضطرين نعمل كده لان البينفيت دلوقتي انت هتموت، ما هيموت من بالمونري امبوليزم ده شوكد. انا مش بتكلم في انترميديت ريسك، لا ده هاي ريسك بالمونري امبوليزم وشوكد واحد. يعني لو اديته بالمونري امبوليزم على فكره الريسبونس بتاع الثرومبوليتيك احسن من الاستيمي بمراحل، لان انت بتتكلم في بالمونري سيركيوليشن مش كورونري ارتري، برفيوجن عنيف كل الار في بيضخ الدم، فشوف كم الثرومبوليتيك اللي هيوصل له، السكسس ريت بيبقى عالي ساعتها. ممكن بس اشرح للبيشنت اوكي الموضوع دوت، واكتب ان انا رغم البليدنج ريسك وان عنده ابسولوت، بس انا اديته لان البيشنت كان شوكد اند ذير از ا كلير ستريكت انديكيشن فور ثرومبوليتيك. ده التصرف ميديكال ليجال، عشان ميديكال ليجاليتي. تمام. سؤال بقى، هو انا ليه اسال على كونترا انديكيشن طالما انا قاعد في بي سي اي سنتر؟ احنا الدمرداش تعتبر حاجه، في حاجه اسمها برايمري بي سي اي سنتر. برايمري سي اي سنتر يعني سنتر بيشتغل برايمري بي سي اي 24/7. يعني 24/7 يعني 24 ساعه في اليوم لمده 7 ايام في الاسبوع. احنا تعتبر كده دمرداش يعتبر 24/7. تمام. بره مصر برضو في حاجه اسمها ان ده سنتر برايم سي اي وسنتر برايم سي اي. يعني مثلا كنت المكان اللي كنت فيه مثلا كان بيشتغل برايم سي اي 24/7، كان في اماكن حوالينا مستشفيات كبيره ما عندهمش برايم سي اي، كانوا ريفير. فكل اماكن العالم اكسبتد ان في حاجه اسمها برايمري بي سي اي سنتر وده نون برايمري بي سي اي سنتر، وبيبقى في بروتوكول ان احنا بنحول ايه النون برايم سي اي لو جات له ستيمي يحولها طالما ايه في وقت يسمح. ليه اسال على كونترا انديكيشن ثرومبوليتيك طالما عندي قسطره؟ ليه يعني ايه لازم تضيع الوقت انك تقعد تقول لي سالت على كونترا انديكيشن ما القسطره شغاله؟ اساله ليه؟ لا الثانيه دي بليدنج ريسك، الثانيه دي بليدنج ريسك اللي هي دي اللي هي اسال على الاون جوينج بليدنج وبليدنج ريسك، عشان ممكن يكون ده تايب 2 ام اي، تايب 2 اللي هو سبلاي ديماند ميس ماتش نتيجه البليدنج، هسال عشان كده على البليدنج. اوكي. النقطه بقى ليه اهميه ان انا اسال؟ هقول لكم سيناريو بسيط. الو، ايوه يا فلان في الرعايه، انتيرير ستيمي. ايوه يا دكتور الانكول، دكتور حضرتك معانا حاله انتيرير ستيمي، بعت له الاسجي على الموبايل دلوقتي على الواتساب طبعا. يا فلان دي انتيرير ستيمي فعلا، طلع العين القسطره. طلعنا العين القسطره، يلا افتح القسطره. الجهاز ما اشتغلش يا دكتور. ايه اللي حصل؟ يجي التكنيشن كده يجرب، دكتور القسطره مش هتشتغل، القسطره باظت. هعمل ايه؟ وارد تحصل؟ ده فيري كومن، احنا في مصر وارد قوي انها تحصل. هتعمل ايه ساعتها؟ ايه هنسيب العين زي ما هو؟ اديله ايه؟ ثرومبوليتك. طب يلا ندي ثرومبوليتك. العين دلوقتي ارستد على فكره، جاله في اف ودلوقتي مش كونشس. تسال مين بقى؟ هات حد من عيلته. لا عيلته مش معاه، هو كان جاي لوحده كده، عدى جنب المستشفى عشان صدره وجعه. طب ندي ثرومبوليتك ولا ما نديش ثرومبوليتك؟ نعمل ايه؟ شفت بقى اهميه انك تسال سؤال زي دوت؟ السيتويشن دي حصلت على فكره، انا ما حصلتش معايا بصراحه، مش هقول لكم انا حصلت معايا، بس اتحكيت لي من نايب سينيور انه قال لك طب يلا نسال، راح في الاخر ايه؟ لا ده العين بوست ارست دلوقتي، مش كونشس دلوقتي. ندي ولا ما نديش مش عارفين. فالنقطه دايما ان انا احط احتماليه زي دي. مثال ثاني بقى وفيري كومن، اربعه عينين ستيمي ورا بعض جوا لك الاستقبال، بتحصل. انا حصلت معايا مره ان ثلاثه ستيمي جم لي ورا في نفس الوقت. انا عايز اقول لك كنا حاطين طابور في القصه، عارفين كل عين قاعد على الكرسي. فاكر انا بطشتي ما انساهاش، كنت انا ودكتوره منيه يوسف كانت هي نايب زاير معانا وفاتت.
فاكر ساعتها ان انا كان دكتور تامر ابو عرب شغالين بقى ايه ده من الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 3 الفجر شغالين كذا ستيمي، لدرجه ان احنا يعني لقينا حد من بره بيخبط دكتور دكتور العين اللي بره بيقرست، راحت امنيه طالعه راحت ماسكه ديس الشكر راحت مديهوله على الكرسي راحت داخله مكمله الاسطر من كتر ما الدنيا كان طبعا الدنيا مش زي دلوقتي، يعني ما كانش فيه مثلا ما كانش فيه تمريض في الاسطره، ما فيش حد بيتابع العيان زي مثلا اوضه بوست كاس كده محترمه يبقى حد قاعد مع العيان او كده، سيسيو بعيده جدا يعني مش زي رعايه سي مثلا ممكن احط عيان في رعايه سي لغايه ما نخلص اللي هو اللي داخل دلوقتي، فحطيناهم طرق من كتر ساعتها انا ممكن اخد قرار ان رقم ثلاثه ده اللي هيبقى قدامه ساعتين ثلاثه عبال ما يدخل الاسطره، ما عنديش غير الاسطره واحده اون كل واحد، انا برده ما عنديش غير الاسطره واحده اون كل واحد، وده في كل اماكن العالم بره برده جنبنا كان هو اون كل واحد واوضه اسطره واحده اللي شغاله وتكنيشن واحد تمريض واحد وعندي ثلاثه في نفس الوقت، ممكن اقول الاخير ده ادوا له ثرومبوليتيك يا جماعه لان كده والراجل جاي في اول 12 ساعه، لان كده عقبال ما دخله اسطره انا فقدت جزء كبير من المايكاردي، يبقى مهم اسال حتى لو انا برايم بي سي ار سنتر، حتى انا برايم بي سي ار سنتر زي انا طبعا من مش عارف ماشي هتضطر ممكن ساعتها تدي، بس هتبقى تدي على مسؤوليتك لانك ما سالتش الصح، انك انت مش احنا قلنا دلوقتي من الدوكيمنت كل حاجه المفروض انك تقول اي اسك ذا بيشنت ذا بيشنت هاز نو كونتراكشن ثرومبوليتيك وبالتالي سو ذا ديسيجن واز تو جيف هيم ستريبتوكاينيز 1.5 مليون يونتس. ممكن ساعتها تدي بس هيبقى برضو على مسؤوليتك ان انت في الاخر لازم تكون عارف ايه كونتراكشن ولا لا، ولازم تكون عارف الهاي بليدنج لانك هتشرح لاهله لو فرضنا ان اهله موجودين، او على الاقل هتقول ان انا البيشنت ده از اكسبكتد تو هاف هاي بليدنج ريسك، فالنقطه برضو ابسولوت كونتراكشن الصح ما ايوه انا فاهم انا بتكلم على فكره ابسولوت كونتراكشن الصح الجايدلاينز تقول لك ما تديش، هل معنى كده ان في كل حالات مش هتدي؟ في حالات ممكن تضطر تدي لو انت شايف الكلينيكال سيتويشن اللي عنده يعني هينقذ حياته ان ادي ثرومبوليتيك، ولو ما خدش ثرومبوليتيك هيموت شور لان هو مثلا ممكن ساعتها اقول اعمل حاجه زي ديت تمام، ولكن ما ينفعش ان اكون بدي ثرومبوليتيك وانا حتى ما عرفتش الريسك اوف بليدنج اكوردنج ان انا سالت العيان عنده كونترا انديكيشن ثرومبوليتيك ولا لا، فالنقطه ان احنا دايما بامن نفسي ان انا باخد اسال كونترا انديكيشن ولا الجايد لاينز حطيتها ليه، طب لو كده ما هو لو كله وانس انديكيتد جيف ثرومبوليتيك طب ما كانش الجايد لاين شغلوا نفسهم يحطوا لك كونترا انديكيشن وابسولوت وريليتيف، يعني بعد كده بيقول لك الجايد لاينز في حاجات ما تنفعش وفي حاجات ممكن تدي ثرومبوليتيك، فلازم ان انا اسال حتى لو فرضنا ان في اوقات واوقات، وعلى فكره المواقف دي قليله جدا انك هتضطر تدي رغم الابسولوت، انا ما حصلش معايا خالص اوقات قليله جدا انك هتضطر تعمل كده تمام. طبعا ما انساش ان انا اسال على الهيماتيمسيس والمينيلا لان ممكن اللي جاي لك بستيمي ده يكون نتيجه هيماتيمسيس والمينيلا، سواء الهيماتيمسيس والمينيلا هي تريجر او هو جاله ستريس السر، فبالتالي مش هعرف ان انا اعمل له قسطره وادي له اسبرين وبلافكس وادي له هيبرين ومش عارف ايه والحوارات دي كلها. اكزامينشن تدور عليه بسرعه بلا بريشر بسرعه اون بوث سايدز باي لاترال لان ممكن الاستيمي ده يطلع ديسكشن بلس تاكي كارديك اللي عنده دخل في في تي برادي كارديك ده انفيرو دخل في كوميت هارت بلوك الريجولر دخل في اسكيميك اي اف، شوف كان نفس الكلام كنت بقوله من شويه بريفر بالسيشن ممكن هنا بقى ممكن تبقى اسيوت كارتيل ديزيز ممكن يبقى ديسكشن ممكن يبقى اللي عنده ستيمي كليب كلاس 4 مش احنا عندنا حاجه اسمها كليب كلاس كاردياك اوسكالتيشن مرمر جالوب رب نفس الكلام قلناه من شويه مفيش اي اختلاف لو تلاحظوا نفس السلايد اللي من شويه تشيس اوسكالتيشن في فاين كريبيتيشن تقول ان ده كليب كلاس 2 بالتالي اقدر احطها في كليب كلاسيفيكيشن. كليب ايه؟ كليب بتتستخدم في الاستيمي ساعات بيحطوها في النون استيمي بس هي معموله اصلا للاستيمي. كليب كلاس 1 اللي هو اغلبيه العيانين اللي هو عيان ضغطه كويس مش كونجستد مفيش اي مشكله خالص ده المورتاليتي ريت اقلهم 5.1%. كلاس 2 اللي هو بدا يدخل في هارت فيلير مش بس فاين كريبيتيشن لا فاين كريبيتيشن معناه عين اورثوبنيك ديستريسد ممكن الاقي عنده جي في بي عالي ده اقول عليه كليب كلاس 2 مورتاليتي بتزيد شويه 13.6. كلاس 3 داخل في اكيوت بالمونري انتيريور ستيمي داخل في بالمونري ايديما سواء نتيجه ان في دامج رهيب للمايكارديوم او داخل في اكيوت مايتر ريجستريشن دخل في بالمونري ايديما ده كلاس 3. كلاس 4 اسوء واحد كارديوجينيك شوك وده بقى للاسف لو ما عندكش قسطره ده مش هيستفيد بالستريبتوكاينيز ليه؟ ابو الثرومبوليت بصفه عامه ليه؟ هو شوك مفيش بيرفيوجن هيوصل الكرونريز الستريبلت دي ده مش بيوصل اصلا كويس الكرونريز ففي الاغلب دول لو اديتهم ستريبتوكاينيز بسبب انك ما عندكش قسطره في ظروف ان انت ما عندكش قسطره للاسف بتقول لاهله وصراحه استيمي كليب كلاس 4 يعني كليب كلاس 3 ممكن نفنتله ندخل قسطره الموضوع بيتحل كليب كلاس 4 لو استيمي وانت شور انت لسه ضغطك مفيش ده كلاس 4 اجري اللي عنده هيموت اللي عنده فعلا ممكن انت طالع فيه في الاسانسير يقرست قول لاهله اشرح لاهله يا جماعه هو عنده جلطه حاده في القلب بس للاسف حالته حرجه جدا لان عنده هبوط حاد في الدوره الدمويه ليه عشان انت بتمهد لهم ان الراجل ده هل ده حاجه انسانيه انك تعمل حاجه زي دي هتقولي انا بقول لهم ان هو هيموت لا ما قلتوش ان هو هيموت بقول لهم حالته حرجه
ما قلتهمش، قلت له ان شاء الله هنعمل دلوقتي قسطره عاجله بس الحاله حرجه. ليه؟ مورتاليتي قد ايه يا جماعه؟ 58%، يعني اكتر من نصهم هيموتوا، هيموتوا. يبقى لازم تقول له تاكسبلين للريليتيفز، مش هتقول للعيان انت حالتك حرجه وممكن تموت، لا، بس تشرح للاهل ان الاهل قاعدين مستنيين بره، هم فاهمين ان كل الجلطات بيعدي. اشمعنى كل ما انا شايف ثلاثه في جلطه في القلب وطلعوا زي الفل، اشمعنى ده اللي مات؟ لا حضرتك، عشان هو جاي كليب كلاس 4، ده فيري هاي مورتاليتي. انا عملتها مره مع عيان وقلت له، صراحه حالته حرجه لان مامته كانت عندها جلطه في القلب وكانت محجوزه عندنا باسبوعين، فجاي بقى انا عملت جلطه وعملت قسطره وروحت، وابنها اللي عنده حاجه و30 سنه جاي النهارده بام اي، هو ومراته وباباه ومامته واخواته عيله برده جايين، وازيك يا دكتور مش فاكرنا مش عارف ايه، انت نايب جونيور. فاكر ساعتها لما لقيته كليب كلاس 4 وبلغته الانكول وكذا وكذا وطلعنا، قلت لاهله، قلت لهم بصراحه بصوا حضراتكم حالته حرجه جدا، عنده هبوط حتى الدوره الدمويه، ممكن يعدي وفي احتمال ان هو يحصل توقف القلب، فاحنا هنحاول نعمل عينه وربنا يستر. ودخلنا وللاسف العين ارست اون تيبل، شغالين فيه وفدعم، بس جاي ضغط مش مسموع، مش بقى ضغط واطي، ده مش اوديبل. انت كده بتمهد له من الحاله كريتيكال، ده ساعات ممكن يكون مهم لان عشان ما يبقاش رد الفعل من الريليتيفز ايه، احنا برده لمصر عايزين الواقع، ما يبقى مش كل رد الفعل ان انت، احنا مش في الاجانب بقى اللي هم هيعيطوا كده ويتاثروا مش عارف ايه، او اخره لو حاسس ان انت اهملت يكتب فيك شكوى، لا ده ممكن يكسر لك الرعايه، ممكن يفتحوا القسطره، ممكن لو حد بلطجي يروح فاتح لك مطوه، انت موتت اخويا مش عارف ايه وراح داخل فيك. فانت لما بتمهد حاجه زي دي وقع الصدمه بيبقى اقل على الاقل، ده جزء من دورك. هل في دور للتروبونين؟ نو، ما تيجيش استمي، تقول لي سحبت له تروبونين. لو انت شقت لي اصل الاستيميشن ما كانتش مقنعه، مش مقنعه بلغ الانكول، لو الانكول قال لك كده ساعتها يبقى ساعتها ده قراره هو، مش اصل مش مقنعه فطب بلغت الفريس رعاية، لا طب بلغت الانكول، لا ما عملت ايه؟ ما انا حسيت انا مش فرانك قوي فقلت اسحب تروبونين الاول، نبي وريها له دكتور، بص يا دكتور دلوقتي الاس جي ده راي حضرتك ايه؟ ده يتصور ولا نطلعه سيسيون فولو اب الاي سي جي؟ اضعف الايمان هيقول لك طب طلعه فولو اب، مش هيقول لك يعني قليل يقول لك روحه، لكن تسحب له تروبونين تسيبه في الاستقبال، ويا سلام بقى لو جاله في اف في الاستقبال بقى، استقبال الدمرداش بقى بالهيصه اللي فيه ده، دور على دي سي ودور على مونيتور بقى، عمالنا نفتحه سي ولا الدي سي حاطينه على عيان كريتيكال جوه من عينين البطنه، لا مفيش استيم يتسف في الاستقبال او حتى كويري. فنو واي مفيش اي دور للتروبونين. ليه؟ لان زي ما اتفقنا استيمي يكفي ان انا اقول السي اليفيشن ده تشخيص، وعشان كده ما حطوا ديفينيشن بالاي سي جي، الام اي ديفينيشن تاني، كان قلت لكم في فرق بين ديفينيشن ام اي ديفينيشن استيمي. طيب دلوقتي استيمي خدت هيستوري، عملت اكزامينيشن، حددت ده استيمي كليب كلاس 1، ناو وات؟ بلغ مين؟ الو، هطلع ابلغ بنفسي؟ في تليفون، بلغ بالتليفون الاول ماشي؟ لو انت طبعا بعد فتره انت ممكن تعمل اللودنج لوحدك يعني، طبعا انت بس انت تكون سالت على ايه؟ ريسك اوف بليدنج، لازم تكون عملت ريسك اوف بليدنج كويس، عشان لو انت قال لك اديله يا فلان انا اديته، اديته طب انت سالت على بليدنج ريسك، انا سالت على بليدنج ريسك، ولا عنده بليدنج ريسك ما عندوش اي هيستوري بليدنج ما عندوش كونتر انديكيشن بليدنج فاديته، تمام؟ هبلغ السي سي يو وابلغ اونكول كونسلتنت، لازم ابلغ السي سي يو عشان اتاكد ان في مكان، اولا يظبط ان في مكان، هو يطلع هيعرف يتصرف بس يظبط لك ان في مكان والكونسلتنت يتبلغ. طبعا لو الساتوريشن بتاعه قليل اقل من 90 لازم تحطه على ماسك، لكن الساتوريشن اكتر من 90 هل في رول للماسك في اكسجين؟ هل احنا بنحطه في الاخر؟ بتحطه عشان تريليف العيان، لكن هل هو ليه اي بنفيت؟ خالص خالص. ممكن تدي مورفيا؟ اه مسموح لك تدي مورفيا، بالعكس لما تدي مورفيا انت بتقلل السمباثيك ستيميوليشن العريف من البين، تمام؟ طبعا ده بعض الترمينولوجيز بس اللي هي بتاعت ايه الفيرست ميجنت، انا بس عايز اقول ايه يعني، مش هاخد فيها دلوقتي، هاخد فيها بعد شويه فمش عايز ادخل فيها. دي بقى احلى صوره في الموضوع. انت دلوقتي عشان ناخد القرار هنعمل ايه؟ الاستيمي دلوقتي انت شخصته، انا بسال نفسي عشان احدد ان كنت ادخل بقسطره ولا ادخل بيه ثرومبوليتيك ثيرابي، هسال نفسي اول سؤال ايه؟ انا عندي بي سي اي سنتر ولا لا؟ لو عندي بي سي اي سنتر ما فيهاش كلام، عندي برايم بي سي اي شغاله وانا برايم بي سي اي سنتر، ادخل مفروض وذين اقل من 60 دقيقه اكون عملت برايمري بي سي اي، اللي بيسموها دور تو بالون، دور تو بالون الدور يعني باب الدور يعني باب المستشفى، باب الطوارئ يعني، تو بالون البالونه اللي هنفخها عشان احط الدعامه، المفروض يكون اقل من 60 دقيقه، ده الصح. عشان كده صح ان العين ده يطلع سي سي الاول ويطلع القسطره على طول، الصح على القسطره على طول لو المكان متاح، يعني جت فتره كنا بنعمل طلع قسطره طول، دلوقتي ساعات بيبقى في لوجيستكس هي مستبال غبيه، والصح لو جاي من المستشفى بره يدخل على القسطره على طول. للاسف ده مش افيلبل هنا في الدمرداش، يقول لك لازم يعدي من الاستقبال الاول كميديكولوجيتي والكلام ده كله. بره مثلا في انجلترا كنت سنتر كوتشال في كان يجيب لك ان كان يعني في باب مستشفى رئيسي مين هول والاسعاف وفي طوارئ وكل حاجه. احنا الكاردياك سنتر كان في اخر المستشفى خالص في الجنب، كنت تمشي له مثلا 10 دقائق عشان توصل من الكاردياك سنتر للطوارئ، كان مشوار محترم. فاكر ساعتها ان كان جنب القسطره في باب ازاز على الشارع جانبي كده من المستشفى من بره معمول اسمه كده برايمري بي سي اي انتري.
عشان حرات حالات البي سي اي برايمري الاستيمي تيجي من عربيه اسعاف معمول لها كده مدخل كده تدخل تفتح الباب تدخل على الصاله دايركت ما يعدوش على الطوارئ كانوا عاملين السيستم ده الصح ساعات كنا ما بنداش جت فتره نعمل كده دلوقتي لا غلطته قال لك لا لازم قنصش مش هو ده صح قوي بس للاسف مضطرني ليه طب لو انا مش في بي سي اي سنتر اعمل ايه هتسال نفسك سؤال عشان اترانسفير لسنتر في بي سي اي هاخد قد ايه هاخد اقل من ساعتين ريفير ويفضل خلال اقل من 90 دقيقه اكون عملت له اسطر هاخد اكتر من ساعتين اروح محافظه تانية بقى اللي هو في الاخر انت محافظه تانية لا سيرم بوليت اقل من ساعتين يوصل لا التايم انه يوصل اقل من ساعتين اروح ابعته ودي اسعاف لكن لو اكتر من ساعتين احتاج اكتر من ساعتين يعني مثلا في انا قاعد في الوادي الجديد اقرب اسطر مثلا في اسيوط هاخد لها 3 ساعات عشان اوصل لها مش هينفع حضرتك لا يبقى تدي ساعتها سترونج بوينت بالذات لو هو في جولدن اور لو طبعا عدى الجولدن اور اللي هي 12 ساعه يبقى ساعتها ممكن ساعتها تقول ايه هدي هامل برايم سي ار لان انا مش هيستفيد بالسترونج بوليت لكن 12 ساعه اكتر من ساعتين الترانسفير لا يبقى تنقل وده لو هدي سترونج بوليتك المفروض يكون بيسموها بقى ايه بيسموها الدور تو نيدل دور تو نيدل يعني من باب من ده ما دخلت وشخصته لغايه النيدل اللي قصده بيها الكانيولا يعني الكانيولا اللي هدي فيها سترونج بوليتك اقل من 10 دقائق يعني قرار سهل انت عارف ان بره ساعات بيدوا سترونج بوليتك في الاسعاف ساعات بيعلقوا التي بي اي والحاجات دي في الاسعاف ساعات بيعملوها او التينك تو بليز عشان التينك تو بليز بيبقى بوله صار طول تمام طب انا معايا وقت قد ايه يا دكتور بي سي اي ما هو اتفقنا اهو انت عندك بص في حاجه اسمها بين تو دور دور تو اي سي جي دور تو بالون دور تو نيد البين تو دور من اول ما يدخل لك من اول اللي هو بدايه البين لغايه ما جالك المستشفى دور تو اي سي جي المسافه مين او الوقت ما بين دخوله المستشفى لغايه ما تعمله دي المفروض ما يعديش 10 دقائق يعني كنت عايش سبين وانس يدخل للطوارئ لغايه ما يعمل الاي جي ونعمل دايجنوز يكون اقل من 10 دقائق دور تو بالون الصح يكون اقل من 60 دقيقه لو انا في برايم بي سي اي سنتر لو انا مش في برايم بي سي اي سنتر الصح يكون ما يعديش 90 دقيقه تمام دور تو نيدل المفروض يكون اقل من 10 دقائق فانا لو انا في قسطره هنا في الدمرداش الصح ان عندي يدخل في وذن لزام 60 مينتس يعني اقل من ساعه يكون عندي دخل قسطره وحطينا بالونه انا مفكر البالونه باصوا بيها انا فتحت يعني في الاخر خلاص انا فتحت الشغل انا بسال كان في حته اللي هو لو يعني عدينا ال 90 مينتس كان في الموضوع ده الفايبيليتي عشان نشوف لا 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 هتعمل فايبيليتي عديت 90 مينتس لا لو يعني ان احنا مثلا لو العيان جاي لي كل حاجه مستني بس عدينا الكومبليتد قصدك لا 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 الكلام دوت ان انت اكتر من 24 ساعه والحوارات دي حاجه تانية دي قصه هقولها دلوقتي في الجايد لاينز لكن انا بتكلم وانس يجي لك المستشفى وانت خدت قرار ان اللي عنده ستيمي ولسه عنده اون جوينج سكيميا لسه عنده تشيست بين ويستحق الريبرفيوجن هو انا وجود تشيست بين معناه ايه انه لسه عنده تيشو فايبل بيعاني من الاسكيميا ده يدخل اوكي فده بالنسبه للانترفلز اهي بصوا الانترفلز مكتوب في الجايد لاينز اهي ماكسيمم تايم فروم فيرست ميديكال كونتاكت تو اي سي جي اند دايجنوز اقل من 10 دقائق maximum time from STEMI diagnosis to primary PCI or to choose primary PCI over fibrinolysis اقل من ساعتين maximum time from STEMI diagnosis to wire crossing in patient presenting at primary PCI hospital زي الدمرداش اقل من 60 دقيقه يعني الدمرداش المفروض عندي يدخل في اقل من 60 دقيقه هل بنعمل كده مع كل عيان ساعات لو في كذا عيان في نفس الوقت للاسف يعني بيتاخر بس الصح اقل من 60 دقيقه maximum time from STEMI diagnosis to wire crossing in transferred patient مش ده هنقله لسه المفروض يكون اقل من 90 دقيقه maximum time from STEMI diagnosis to bolus or infusion start of fibrinolysis اقل من 10 دقائق ده صح 90 يعني هو انت بتقولي ان انا عشان انقله هاخد ساعتين اقل من ساعتين اوكي البيرفكت او الاوبتيمال ان في خلال ساعه ونص اكون اخدت القسطره وبدات ده الاوبتيمال لغايه ساعتين يعني انت بالنسبه لي احنا مثلا كان صدناوي كنا عاملين معاها مثلا اتفاق ان مثلا ما اعرفش كام اعتقد ست لغايه دلوقتي معرفش دلوقتي بقى فين ولا بس انا كان في اتفاق ان صدناوي ما عندهمش قسطره كان موجود صح؟ لا بقاله فتره مش موجود بقاله فتره ايام كان في عندنا موبايل صدناوي كانوا يكلمونا مستشفى صدناوي اللي هي في رمسيس كان عندنا ستيمي يبعتوها لنا وكان ساعتها بقى مطبقين قاعده انه يدخل على القسطره دايركت وما يعملش اس اس يو كان ماشيين شغل رائع دلوقتي بقى في تعقيدات من المستشفى شويه فده اللي انا قصدي ساعتين انه يتنقل طبعا صدناوي دي جنبنا ده في رمسيس يعني لو الشارع فاضي ربع ساعه هيكون داخل الدمرداش فتقدر في 90 مينتس اوكي طيب انا دلوقتي ما بين برايمري بي سي اي اور ثرومبوليتيك اوكي طيب انا قررت برايمري بي سي اي اولا ليه سميناها برايمري ولا ايكو ولا ماركرز ولا فولو اب اي سي جي ولا اي حاجه انا وانس لقيت الجي سي ليفيشن قسطره كسمها برايمري دي اول حاجه الجا لها ما تقولش عامل تروبونين هعمل له ايكو ده بص عليه بالايكو طب استنى الفولو اب اي سي جي نشوف هيعلق ولا هتفك مش اسمها كده primary PCR كي كلمه primary تبقى فين كلمه primary دي جت منين طب ه prepare patient ازاي انا قررت primary PCR انا عندي قسطره او انا هنقله المستشفى خلال من ساعتين اول حاجه I explain to the patient ايه اللي حصل حضرتك عندك جلطه حاده في القلب ليه
اولا لازم يبقى فاهم اللي ده حق البيشنت، يعرف انا ايه المرض اللي عندي. ما ينفعش تقول له انت زي الفل يا بابا بس هندخل نطمن عليك، او مثلا حركه بنعملها والنبي يا دكتور امنا ما تقولهاش انها عندها جلطه في القلب لحسن هطب ساكته، دخلها ولها نعمل شويه حاجات بسيطه كده ونخرجها، تلاقي الست عماله تصوت جوه ومش فاهمه ايه اللي بيجرى لها. لا هو ده ان ايثيكال وان هيومن. وعلى فكره ميديكال ليجل مش من حق اهل البيشنت يقول لك ما تقولش للمريض احنا هتسيبك ان انت تعمل، بس ده غلط. الصح البيشنت هي شود نو، هو مش واحد منتلي انستابل، مش واحد سايكوتيك، ده واحد حقه يفهم. يا دكتور انا في ايه يا دكتور؟ ما تقولوش يا بابا شويه برد في صدرك، وما انت انت برد سيب بتشكني من رجلي ليه حضرتك؟ ايه اللي انت بتعمل؟ طب انا ليه برجع كل ما تيجي تعمل احقن صبغه مثلا يقعد يرجع عشان هو اليرجيك مثلا؟ ايه اللي بيحصل؟ تفهمه. فتكسبلين تو ذا بيشنت لو معاه ريليتيف طبعا يفهموا، يفهموا ان ده كريتيكال سيتويشن وين احتاج اعمل قسطره، والعيان لازم يمضي على انفورمد كونسنت. وانفورمد يعني ايه؟ يعني شرحت للعيان انت هتعمل ايه، ايه المنفعه من القسطره وايه المخاطر من القسطره. ولازم اقول له في مخاطر من القسطره، ما تقولش يا عم دي زي الفل ده كله بيعمل قسطره بيروحوا بيتهم. لا، اولا هو جالك جلطه، ثانيا القسطره مش سيف 100% وفي ريسك اوف كومبليكيشن في الالكتيف اقل من 1%، بالك في الام اي في الالكتيف اقل من 1%، بس الام اي ممكن يحصل ستينسومبوز، ممكن يحصل ديسكشن، ممكن يحصل تامبونات رابشر، ممكن يحصل كورونري بيرفوريشن، ممكن يحصل هيماتوما عنيفه اب تو ريتروبيرتونيال هيموريدج، يموت من هايبوفوليميك شوك في الاخر. فكل دي كومبليكيشن وارده، بالك بقى ان ام اي هو لوحده اصلا في كريتيكال سيتويشن. ثاني حاجه معلش يا دكتور، هو مش احنا عندنا يعرف يعني يرفض؟ بس لا غير كان يرفض، هو ده مش الموضوع اسهل ولا ممكن يعني. ممكن طبعا، بس هو ما ينفعش انك تدخليه قسطره كده عمياني. هو انت اقول لك حاجه، انت فكره في الاخر، انت انا مثلا جاي مع حد من عيلتي لقيتهم بيقولوا لي مره واحده يلا يا بابا هنلبسك وندخلك، انتوا بتعملوا ايه؟ مالكوش دعوه. طب هو انا حقي اقول اه او لا؟ افرضي العين قالك لا مش عايز، خلاص حقه. طب امشي اقول له طب خلاص طالما انت مش عايز اطلع بره يا كلب مش هعمل لك الاسطر. هيتحجز في السي سي يو، هدي له ثرومبوليتك، مش عايز ثرومبوليتك انا سيبوني زي ما انا. يمضي كونسنت انه رفض الاسطره ورفض الثرومبوليتك. لو فرضنا رفض الثرومبوليتك، انا برضه الثرومبوليتك لازم اديها كونسنت، لازم اعرف ان انا هدي لك ايه. افرض رفض، افرض هو دكتور لا مش عايز، حضرتك ده صح انا دكتور وفاهم ومش عايز لا اسطر ولا عايز ثرومبوليتك، سيبوني كده انا هعيش مايوباثيك. في ناس تاخد قرارات غريبه انت مش واصي عليه. هل ده ياثر على الخدمه الطبيه بتاعته؟ حصل كتير ده ياما. هل ده المفروض اقول اصل كويس عنه ليه؟ يعني هو قفل لي سي سي يو بيد، السرير ده اولى بيه حد يعمل برايفسي، طلعوه بره خرجوه سوق سيرفيس سوق سير سوق عليه. هو شتمك، هو بيقول لك انا مش عايز، هو المسؤول ربنا، هو بيأذي نفسه، انت مالك انت؟ بس يمضي كونسنت بالكلام عشان لو جرى له كومبليكيشن وتقول ساعتها انت بتشرح للعيان. ما تتحايلش على العيان ابوس ايدك يا بابا اعمله، مش خاطر يعني عشان لو مات في القسطره هيقول لك ولاده يمسكوا بيه، الدكتور ده ابن مش عارف ايه اللي قال لنا لازم تعملوا قسطره وموتوه جوه. لا انا ما موتوش جوه، انا اشرحت له المنفعه والمخاطر وقلت له انك محتاجها، قال لا انا مش هعملها، امضي كونسنت وانا اخليك مسؤول. ويفضل قاعد في السي سي يو عندك ياخد الخدمه الطبيه بتاعته لغايه ما يبقى ستابلايز ويخرج. اوكي، فالنقطه دي ناخد بالنا منها. يمضي كونسنت هو فاهم الريسك ايه وفاهم انه عنده انفاركشن. ما ينفعش اقول له انت شويه كده حاجات بسيطه كده بنتابعها ولا هندخل نعمل لك عمليه بسيطه. لا مش عمليه بسيطه، هي قسطره وارد انه يقرس جوه، ويا معين ام اي جايين ستيبل على رجليه وكليب بلس 1 يقرس جوه القسطره ويموت، حصل كتير. طيب انا شرحت للعيان والبيشنت هو اللي وقع على الكونسنت مش قريبه، هل في حاجه قانونا اسمها من الاهل للعيان انا بص حضرتك معلش ابويا ما تعرفوش انا اللي همضي له على الكونسنت؟ لا حضرتك، ولا في انجلترا ولا في مصر ولا في اي حاجه اسمها كده، احنا للاسف منام في مصر قانونا غلط، حق العيان هو اللي يقول اه او لا. هو قانونا مش ده الصح بصراحه، قانونا ان المريض هو اللي يمضي، الصح ان المريض هو اللي يمضي وهو اللي يعرف. في ساعات اهلي يقول لك ما تقولش زي اللي عنده ابوه عنده كانسر وتيجي بس تقول لها بتاخد كيماوي وهو تروح ليش، وده غلط. انت في الام ار سي في امتحانات الام ار سي في ستيشن كده بتاعت يقول لك يو وونت تو انفورم ذا بيشنت ذات هي هاز كانسر اند هيز دوتر تولد ريفيوز تو انفورم هير فادر، وانت بتحاول تقنعها ان احنا لازم نقول له ان ما ينفعش ان هو يبقى عنده كانسر وما نقولوش. هتدي له كيموثيرابي على ان انت بتاخد ايه يعني مقويات؟ ما تنساش تقول له بتاخد كيماوي عشان عندك كانسر. هعمل ايه؟ هدي له لودنج اسبرين اللي هي 300 ملي جرام اورال، يعني اربع اقراص اسبرين، ومش لازم اقرقشهم ممكن يبلعهم عادي مش شرط، وطبعا لو قرقشهم بيوصلوا اسرع، لكن لو مش هيقدر يقرقشه ممكن يبقى افرض مثلا حد كبير مش هقدر يا دكتور معيش الطقم السنان واسناني متكسر ابلعهم يا بابا، بس الافضل بيقرقشهم عشان يوصلوا للايه يعني يبقى ابزورب من الاورال ميكوزا. بي 2 اي 12 احسن حاجه طبعا تيكا جريلور، ان انا ادي قرصين، هو القرص بقى 90 ملغ، ادي قرصين اللي هو اسمه ايه في السوق بريليك،
كلوبيدو جريل طبعا لو هدي هدي 8 تقراص ريجاردلس الايج طالما انت داخل برايمري بي سي اي 8 تقراص 600 ملي جرام. براسو جريل ما بنحبوش قوي برايمري بي سي اي لان ليه بعض الكونتر اندكيشن فما بنحبوش وماش موجود اللي هو اسمه الافيان، لكن الكلوبيدو جريل هو بلافيكس جريلو بريليك هو الاخطر. هنقل البيشنت هنقله من الطوارئ وهو متوصل على مونيتور، المونيتور ده فيه دي سي شوك عشان لو احتاج يارست شوك هبقى اجي لك حضرتك تمام. البيشنت ده كونكتد للمونيتور في افيلبل ديفيبريليشن باد، لازم دكتور يصاحب المريض، مفيش حاجه اسمها عيان ستيمي يتنقل لوحده. ليه؟ انا احكي لكم موقف كان عيان حصل معايا مره. في مره حد الساعه 7 الصبح ثلاثه اصحاب كده سهرانين مع بعض، واحد فيهم جاله تشيسبين، جابوا له الاستقبال او جابوا له الاستقبال اس جي، يا دكتور بص كذا كذا عنده وجع في صدره انفيريور ستيمي عبيطه لوكالايز انفيريور، احنا عليه لوكالايز انفيريور يعني ماشي خلاص. لا ده حضرتك جلطه في القلب ومحتاج يدخل قسطره وكذا وكذا، مفيش اي مشكله وفهم والراجل فهم، شرحت للعيان كذا ولازم ندخل. وهما ايه ميزه برضو لما يكونوا ايه ما يعني رجاله مع بعض كده بيبقوا قادرين ايه يعني يقولوا يهدوا صاحبه قالوا ما تقلقش احنا معاك وما تخافش مش عارف. انا اديته ظهري بكتب الدخول على الكونتر، ما كانش هنا طبعا في الدمياش كان مكان برايفت. بكتب الدخول لقيت واحد صاحبه دكتور، دكتور بص بيعمل ازاي، لقيته بي ايه بيجاصب. طبعا انا من غير ما ابص على المويت او كش يعني ما كنتش سابق غلطتي كنت بصيت على المويت، بس انا عارف ان العين ده فايتال ستيبل انا كشفت عليه واكزامينيشن كل حاجه. ده قرست على برادي اسيستول وش ده كان في اف على طول. انا طبعا هو صح انك توصل على المويت بس انا من كنت خلاص بقى كنت خبره كنت خلاص بقى معايا ماستر وكنا مخلص وكل حاجه على طول. دي سي يا مس فلانه يلا دب يلا ننقله على الرعايه فوق على طول. ده في اف وكان في اف فعلا انفير ستيمي تعمل في اف عادي. هاي لاتر ستيمي ممكن تعمل في اف، بوستيريو انفاركشن ممكن تعمل في اف لان في اف يعتمد ان الجزء ده من المايكاردي ممكن يحصل فيه تريجر انهانس اوتوماتيستي تؤدي ان يحصل في اف ويموت منها، يموت من انفيريور في الاخر. فما ينفعش العين يتنقل للاسطر، ما ينفعش ايه طلعوه يلا في الاسانسير. طب انت فين؟ لا اصل انا عندي حالات تعبانه. لا هسيب الاستقبال واطلعه ابلغ ان هو بالوضع انا يا جماعه عندي حاله ستيمي اسوسه هوصلها وارجع لكم على طول. لكن ما ينفعش ستيمي يطلع مع تمريض، ما ينفعش ستيمي يطلع من غير موت. افرض ان هو ارست وانت معاه يا حلاوتك هتقعد تعمل سي بي ار. طب ما انت في اف ده يا جماعه هيتحل على طول بالدي سي شوك خلصت، يبقى معاك حاجتك جاهزه ما ينفعش يروح لوحده ولا يروح لان الريسك اوف في تي وفي اف از فيري هاي وذ ايفن وذ سمول لوكالايز فيري مكاسل في تي ممكن يحصل في اف. ما تنساش المعلومه دي رجاء، ده بيزك رول. لو عيان ده مات في الاسانسير انت مسؤول، انت مسؤول ويحق ان اي حد ان هو يحاسبك انك ليه عيان كريتيكال زي ده سبته لوحده. واكون جاهز معايا دي فيبريليشن عشان لو حصل ما بقاش. وطبعا انت بعد فتره بتبقى الموضوع ده بالنسبه لك ما بتخافش، اول مره انت لما تشوفه الفي اف تحس انك بتتوتر، بعد كده خلاص الفي اف يلا دب خلصت بتحس ان انت اتعودت يعني خلاص. طبعا بره بيحطوا حاجه اسمها دي فيبريليشن باد يعني ايه، فخلوا عينهم حاطين اللزقات كده لزقات الدي فيبريليشن فتبقى اسهل، مش محتاج بقى يلا هاتوا لي جل ودب دب ويلا ندوس بتروح حاطط ايه. اول ما يحصل الفي اف تروح دايس تشارج ديليفر. يور ديستنيشن سي سي يو ولا قسطره؟ الصح قسطره على طول. ساعات بيضطروا في بعض الاماكن يقول لك لا لازم سي سي يو عشان يتجهز وكذا، الصح انه يروح القسطره ويلبس في القسطره وياخد اللودنج منك، ده الصح. واي مكان محترم بيعمل كده، للاسف ساعات في بعض الاماكن ممكن ما تسمح لكش في كده. بس في الدمرداش اعتقد بينفع الموضوع ده صح؟ لا لو احنا في القسطره والقسطره فاضيه دلوقتي بنخش نصور يبقى الدمرداش بنعرف نعمل كده، الاكاديميه مثلا اعتقد ما بيردوش. لازم عندي سي سي يو اول ما حاطين رول كده غبيه في المستشفى. طيب لو البيشنت از ترانسفيرد فروم another hostel for PCI يروح على CCU ولا الاي ار ولا الكاث لاب؟ كاث لاب على طول. تمام؟ طبعا فاكرين المسلسل ده؟ ما حضرتوش انتوا المسلسل ده؟ اي ار شفتوه؟ ده من ايام انا ده. اي ار ده كنت انا في اعدادي مثلا لما كان بيتعرض، كان احلى مسلسل طبي تتفرج عليه وتاخد منه تحس مسلسل طبي يعني ميديسن محترم وفي نفس الوقت الدراما بتاعته كانت حلوه يعني. اصلا شفت جريز اناتومي والحاجات دي كنت بحس ان ده هبل. ايه؟ وهاوس بس هاوس كان تعقيد يعني بصراحه، بيدخلوا في حاجات كده اللي هو انتوا بزميلكم مصدقين نفسكم انتوا شايفين ان ده دايجنوزز في الاخر بقى ويا سلام بقى هو لقط الدايجنوزز ازاي. فضلت انا قعدت اتفرج على تو سيزونز لغايه ما في الاخر انا اتخنقت بعد شويه حتى اقول لا انا كده الموضوع حاسس دخل في اللا منطق اللا منطق. اي ار كانت حاجات كومن حاجات كريتيكال سيتويشنز وكان بيجي لك مواقف انسانيه محترمه فمن احلى مسلسلات فعلا تتفرج على مسلسل طبي حلو وفي نفس الوقت ممتع مش مجرد انه ميديسن ميديسن لا ده في دراما ممتعه يعني. المسلسل كان قوي يعني كان كذا جزء جورج كلوني كان بيمثل فيه شايفينه اهو هو المستخبي ده جورج كلوني كان الجزء الاول او لغايه الثاني كان بيعمل معاهم وبعدين سابهم بقى وبقيتهم ممثلين ما بقوش مشهورين يعني. فالصح ان انا اروح على القسطره دايركت. طبعا زي ما اتفقنا اهو ريبرفيوجن از انديكيتد فور اول بيشنت سيمتوم اسكيميا اقل من 12 ساعه ده لازم، ولكن لغايه اكتر من 24 ساعه لو لسه عندي اون جوينج يعني عين عدى لي اكتر من يوم بس لسه جايب تشيست بين يدخل قسطره.
تمام. اهي دي اللي انا كنت بقول عليه اهو. روتين برايمري بي سي اي شود بي كونسيدر ان بيشنت بريزنتنج ليت افتر سيمتوم اونست لغايه 48 ساعه. طالما جايب تشيست بين هو ما زال عنده، ما هو لو المايكارديوم ده دايت دلوقتي هيبقى عنده تشيست بين خلاص مفيش نيرف اندنج اصلا. لكن اكتر من 48 ساعه واسيمتوماتيك كلاس 3 للاسف بقى كومبليت ما يدخلش اصلا. ده لو كان سؤال انت كنت تسال عليه. اه لا مفيش تشيست بين اسيمتوماتيك بيقولك اسيمتوماتيك. لا لو في تشيست بين 48 ساعه بنبدا نناقش، بس انا عن نفسي هدخله لانه في الاغلب ممكن يكون هو اقل من 48 ساعه بس هو مش قادر يحدد المده. طالما في تشيست بين هدخله، مفيش تشيست بين وبقى فري للاسف هو كومبليت. What's my role as a resident inside the cath lab؟ في واحد assistant اللي هو في الأغلب نائب رعاية سي منتصر عارف الكلام ده، وفي واحد resuscitator دوره بس يبقى مركز مع الريتم ومركز مع الايه؟ blood pressure ومركز مع العين نفسه، ان العين نفسه ممكن تلاقيه مثلا قبل يعني تلاقي العين نفسه دكتور مثلا عيني يبان عليه يا بابا في ايه؟ ده دور resuscitator تمام؟ ف resuscitator ان هو دوره بيمونيتور الانفيزيف blood pressure and ECG during the procedure. يعني بص المنظر ده هنا او بيمونيتور ده الاي سي جي بيمونيتور البلاد بريشر، ان ممكن يجي يدخل برادي والاوبريتور مش واخد باله، الاوبريتور مركز مع الفيلم. انت تقول له دكتور عم بينزل برادي، دكتور عم دخل في في تي، طبعا ما تخضوش دكتور في تي. لا الصح ان انا ابقى ايه، خليك انت دكتور وحياه يعني جزء من شغلنا احنا متعودين على الكريتيكال سيتويشن. دكتور عم بيدخل في في تي يا دكتور، دكتور في اف يا دكتور، وراح اجري اجهز الدي سي. يعني مش تخض الناس، لان برده مش دورك انك توتر. اي حد في كريتيكال بيتوتر ما حدش بيعرف يشتغل، ناس مخاب يحصل له منتال بلوك. صح دكتور في اف وروح اجري على الدي سي تمام. او لو انا شاكك دكتور الريزم، بص حضرتك على الريزم ده دورك، ده دور الريسستيتور اهو. العين تكيك العين بينزل برادي يا دكتور، ابص على العينه العين بيجاسب يا دكتور، عين بيجاسب انا هبتدي سي بي ار بهدوء خالص كده وثقه بالنفس. وطبعا بعد فتره بتبقى انت بتعرف تكتسب الثقه دي تمام. طيب دور الريسستيتور قد يكون اهم من دور الاسيستنت، لان هو اللي زي ما اتفقنا هيعمل حاجه مهمه قوي، انه هيتشيك الريسستيشن ايكويبمنت قبل البروسيجر ما تبدا. يعني هيتشيك ايه؟ في امبو، في اندوتراكيال تيوب، في لارينجوسكوب واتاكد انه بينور، ودايما افتكر دايما اتاكد في بليد 3 بليد 4 بليد 4 بيحتاجوا للميلز والناس اللي هم البادي بيلت. يعني حتى لو في ميل بادي بيلت بتاعها كبير بليد 4، حد جسمه قليل كده بليد 3 المقاسات، يعني عشان تبقوا عارفين المقاسات. ديفيبريليتور شغال، وده اللي كنا بنقعد نقولها لكم، اتاكد ان الديفيبريليتور شغال، ممكن يبقى بايظ اتاكد قبل القسطره عشان مش لما يحصل ارست في اف نكتشف يا نهار اسود ده مفيش ديفيبريليتور، ده مش شغال، ده ما كانش متوصل، ده ما كانش مشحون. طب تيجي نحط بقى كوبس الكهرباء، انت دلوقتي تعمل الكلام ده وهو بيارست، انت في كل ثانيه بنتاخر في السي بي ار والريسستيشن اللي عنده بيفقد جزء من البرين بتاعه. واي في ميديكيشن معايا، ادرينالين معايا، اتروبين معايا، كوردرون، حاجات اللي انا ممكن احتاجها، ليدوكين، الحاجات دي كلها موجوده. لازم اتشيك الحاجات دي قبل البروسيجر ما تبدا، وزي ما اتفقنا بمونيتور الانفيزيف بلاد بريشر اس جي دورينج ذا بروسيجر. وطبعا لازم نتاكد ان البروسيجر جو ان ايفنتفول ويزاوت اني افويدبل كومبليكيشن. يعني دوري ان انا بحاول اتجنب ان مفيش ميكانيكال مفيش ان افويدبل كومبليكيشن. يعني ايه افويدبل كومبليكيشن؟ يعني ما ينفعش في الاخر اللي عنده يموت من بليدنج مثلا، دي حاجه افويدبل من هنا تمام. لكن مثلا حصل نوري فلو، حصل ديسكشن، دي حاجات ان افويدبل، وارد وانا بدخل بالوير اعمل ديسكشن ماشي، ده ان افويدبل. لكن الحاجات اللي ارست مثلا وما عندناش دي سي شوك شغال، ده افويدبل ولا ان افويدبل؟ لا ده افويدبل حضرتك، كان المفروض ان انت تبقى بتشيك الدي سي وما نبداش البروسيس. ارست بس العين مات عشان ما كانش فيه كانيولا، اصل احنا نسينا نقول لهم تحت في السبار كيو كانيولا. مش عايز اقول لك كم الشتايم اللي هتسمعها في القسطره من الاوبريتور ساعتها. نعم يا حبيبي؟ يعني ينسي تقول لهم يركبوا كانيولا؟ انت عين ستيمي طلعت ومش مركب كانيولا؟ تعالى بقى ندور على كانيولا، وحد زميلك شغال سي بي ار وانت بتحاول تركب كانيولا، لك ان تتخيل الصعوبه عامله ازاي تمام. فدور الريسستيتور يا جماعه اهم، اتشيك الايكويبمنت، تشيك الكانيولا شغاله، تشيك ان عين خد الميديكيشن بتاعه، افضل بتابع الاي سي جي والريذم الاي سي جي والبلاد بريشر. طب لا قررت ان انا هدي ثرومبوليتيك بولس فيرسس انفيوجن تمام. زي ما اتفقنا 12 اورز هي الجولدن بيريود. هبريبير البيشنت ازاي؟ اكسبلين تو ذا بيشنت، اكسبلين تو ذا ريليتيفز ذا دايجنوستيك ستيمي بريفلي، وليه قررنا نعمل برايمري بي سي اي اند ريز وايت برايمري ويل نوت بي ان اوبشن ان هيز كيس. لازم اعرفه حاجه زي ديت. اكسبلين تو ذا بيشنت ذا سكسس ريت اوف ثرومبوليتيك اند ريسك اوف بليدنج ماشي، يعني نسبه نجاح، ان مش معنى انك خدت دواء مذيب للجلطه ان احنا فيها نفك، لان نسبه النجاح دي خطاص 60% تقريبا او 70% وممكن ما تعدي، ممكن حتى ما يقول لك ما تعديش 60% تمام. وي تشيك اجين ذات هي هاز نو كونترا انديكيشن، اتاكد لو سمحت. طالما احنا قلنا لا خلاص للاسف مش هينفع نعمل قسطره لان احنا مش هينفع نترانسفير، اتاكد ان العيان ما عندوش كونترا انديكيشن. هنا هدي لودنج اسبرين زي ما انا، ولكن الكلوبيدوجريل هدي اربع تقراص بس،
براسو جريل وتيكا جريلور ار نوت يوزد والثرومبوليتك ما فيهاش حد بريليك. ولو عيان فوق ال 75 سنه هدي 75 ملي بس، هدي قرص واحد لو فوق 75 سنه. طب دكتور لو في واحد المفروض ان هو مش برايك سنتر هو هيحول عيان هو خلاص يعمل بيسرعه عشان يفضل اديله يعمل اللودنج في المكان ولا الصح ان يعمل لودنج في المكان عشان تبدا بدري بس تكتب في التسليم. عشان ما تجيش تديله 8 اقراص ثانيه ساكه بيحصل كل شويه يقول لك رحت كان واحد قال كده قال لك رحت مستشفى يا دكتور اداني 4 اقراص بلافز 4 اقراص اسبرين وقال لي ما عندناش مكان رحت المستشفى دي راح مدينا 4 اقراص بلافز 4 اقراص اسبرين راح عامل ايه عقبال ما جالنا راح قال لك ايه راح مدينا كان جاي بدا يجي لنا في ماتيمسس جالنا بيبتيك يعني ستريس السر بعد كده من كتر الكلام. فطبعا ان انت لازم تكتب التسليم انا اديت كذا او انت تسال بقى انت اللي بتستقبل اديته اسبرين يا جماعه بلافيكس ولا لا ما اديناش خلاص يبقى انا هدي ادينا يبقى انت تتاكد في دوكيومنتيشن انا ما اديتش وتكتب كده انا ما اديتش لودنج اسبرين بلافيكس عشان جاله ستين ثرومبوزس انت ليه ما اديتش بلافيكس حضرتك انا في التسليم استلمت اللي عندي خد دوني اسبرين بلافيكس وتكتب الكلام ده دايما دوكيومنتيشن بيحميك وبينقذك زي ما اتفقنا العيان ده يتنقل برده كونكتد على مونيتور وديفيبريليشن والديستنيشن بتاعي السي سي يو على طول ودبل تشيك ذات هي هاز نو كونترا انديكيشن اني ثرومبوليتيك طبعا اللي عندنا في الدمرداش هو ستريبتوكاينيز مليون ونص وحده اوفر 30 في 60 مينتس ايوه الدخله دي بتخض الدنيا طبعا لازم تخض بص التقييم ده كنا بنعمله زمان ايام دكتور التسجيل الكلام بس هو رجع تاني فهم عايزينه قبل يوم 25 بس تبعت لنا الورقه بس انت بتقيمهم حوالي 60% خلاص عندنا مفيش ولا قيمه تاني الاقل من 90 مش هياخد خلاص بس انا حاضر خليني اعمل لك هنجي لك انا اخدها انت بقى كتبت ورق التقييم بتاعكم خلصت الدورات بس هكتبها في ماشي بليز اللي هو تي بي اي تمام اللي هو بندي 15 مش مهم جرعته قوي لان هو مش افيلبل قوي تمام الريت بليز بيتاخد على 2 بولس ما بينهم نص ساعه الوحيد اللي بيتاخد سنجل بولس هو تنكت بليز احفظ جرعه التوكانيز بس لان هو ده الافيلبل دلوقتي الت بليز مش افيلبل عندنا تمام طبعا الت بليز وريت بليز وتنكت بليز هم فايبرين سبيسيفيك فعشان كده بليدنج ريسك اقل لكن السيبتوكانيز از فايبرين نون سبيسيفيك امتى اقول سكسسفول ريبرفيوجن لو حصل ريزولوشن للاس تي سيجمنت اليفيشن اكتر من 50% سكسسفول يبقى العيان ده يدخل روتين بي سي اي ويزن 2 تو 24 اورز ده صح مش كلنا بنعمل كده صراحه الناس بتخاف عشان البريسكو بليدنج ان انا اعمل بانكشر بس هو ده صح بتتاكد في الاغلب في بلاك بلاك هتدخل احط عليها ستنت هو في الاغلب بيبقى فتح بس النقطه ان انت بتحط ستنت عشان البلاك دي ان هيلث بلاك وفيها ايرودد سيرفيس فممكن يحصل فيها ري اوكلوجن مش كده صح يدخل سي 24 لان ده اكتر وقت ممكن يحصل فيه ري اوكلوجن يا ما حضرتك قد سبته كان كان سكسسفول يحصل ري اوكلوجن تاني ليه نون كومبلاينت بالون لا 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 ستنت هتحط ستنت لازم احط ستنت فيلد اقل من 50% خلال 6 يعني بعد ساعه او ساعه ونص لسه ما حصلش سكسسفول ريسكيو بي سي اي لازم وهنا بقى ساعتها هضطر انقل ان شاء الله تقول لي 3 4 ساعات هنعمل ايه حضرتك ده فيلد هننقله ويبقى دي دكتور طالع معاه في عربيه اسعاف وطالع في صف يبقى دكتور طالع معاه تمام فده البوينت بتاعت ان هي حصل سكسسفول يبقى وزن 2 تو 24 اور روتين بي سي اي فيلد بعد ساعه او ساعه ونص ولسه في ما فكتش يبقى سكسسفول ده فيلد واحتاج ريسك بي سي اي يبقى دلوقتي احنا فهمنا ايه النهارده فهمنا ديفينيشن اوف ستيمي اند ديفينيشن اوف ام اي اند وات از ذا ديفرنس صح فهمناها هاو تو دايجنوز ستيمي اتكلمنا فيها باستفاضه اعتقد وكلمنا كل الفاريانس بتاعت الستيمي How to perform rapid and precise clinical assessment قلنا ايه الحاجات اللي محتاجين سريعا اسال عليها How to choose a pathway of management according to the facilities تمام بعد كده هيبقى في محاضره منفصله في كورس تاني نتكلم بالتفصيل بقى عن الاستيمي مش هنتكلم في الدايجنوزس قد ما نتكلم في المانجمنت انسايد السي يو ايه الادويه اللي اكتبها له والحاجات دي كلها توين زي حضرتك تمام ايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا امشي عليها والحاجات واللونج تيرم مانجمنت يخرج بعد قد ايه دي هتبقى كلام هنتكلم عليهم في الجايد لاينز في اي سؤال حتى الان في الاستيمي الموضوع الى حد ما غطى الحاجات الاساسيه اعتقد اللي احنا محتاجين نفهمها في الاستيمي شكرا جزيلا ليكم طيب دلوقتي استنى بس كده الاول اقفل الريكوردنج